السلام عليكم حبايبي، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم امين يا رب العالمين. دفعه 2023 دفعه الخير والبركه ان شاء الله، ودفعه تحقيق الاحلام ان شاء الله رب العالمين. والله متفائل لكم خير من دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. صل على النبي، الله يبارك لك. ركز معايا، المحاضره النهارده والشغل بتاعنا النهارده مهم جدا جدا. المحاضره بتاعتنا النهارده مش هينفع ان انت تنزل معايا سناتر، ولا هينفع ان انت تكمل معايا اونلاين بدون ما تذاكر المحاضره دي كويس جدا، وتكون حاططها في دماغك قوي من الاول ان شاء الله رب العالمين. فبالله عليك عايزك مركز قوي وصح قوي، وتذاكر كل حاجه وتكتب كل حاجه، الله يصلح حالك. وبعد ما تخلص كده يا ريت يعني لو تفيد غيرك، وتنزل التلخيصات بتاعتك على الجروب بتاعنا يعني عشان تفيد غيرك ان شاء الله. ويا ريت برضو ربنا يبارك فيكم ان انت تفيد غيرك، وان انت تساعد غيرك، دي حاجه جامده جدا. شغلنا النهارده هيكون مهم ومفيد، فانت يا ريت ان انت تعرف اصحابك، وتعرف الناس اللي تعرفهم كلهم في ثالثه ثانوي عشان يستفادوا ان شاء الله، وبجد ثواب كبير جدا من ربنا. صل على النبي، الله يبارك لك. شويه اسئله عايزين نتكلم فيها في الاول. يا مستر، هي ثالثه ثانوي يعني مهم قوي، تستاهل الضجه اللي معموله علشانها دي؟ اقول لك اه طبعا، هي من اهم الفرص اللي بتجي لك في حياتك، هي فرصه يا جماعه. ثالثه ثانوي بجد فرصه، لو استغلتها فهي حاجه جامده جدا جدا، هتفرق معاك في حياتك كلها، وهتغير حياتك جدا. صل على النبي، الله يبارك لك. ثالثه ثانوي دي هي اللي بتتحكم في لقبك ان شاء الله بعد ثالثه ثانوي، هيتقال عليك ايه، هيكون اسمك ايه. فركز بالله عليك، الله يصلح حالك. السنه دي هي اللي بتحقق حلمك. في ناس بتخش ثالثه سنه وتطلع زي ما دخلت بدون اي تغيير في حياتها، وفي ناس ما شاء الله بتكون داخله السنه مركزه وعارفه هي عايزه ايه، وبتطلع ما شاء الله واصله لنفسها فيه، ويتقال عليها اللقب اللي هي عايزاه ان شاء الله، سواء بقى دكتور مهندس ايا كان، بيتقال عليها اللقب اللي هي نفسها فيه. فصل على النبي، الله يبارك لك. السنه مهمه قوي ومحتاجه تنظيم، وانا ان شاء الله معاكم طول السنه باذن رب العالمين، من بقى نصائح، من تحفيز، كل حاجه، من ماده علميه قويه جدا جدا، من تلخيصات، من كتب، من مذكرات، اي حاجه باذن الله هوفرها لك ان شاء الله رب العالمين. شغل هيكون كويس جدا جدا جدا، تيم كامل ان شاء الله رب العالمين للاونلاين، هيكون للرد على كل الاستفسارات، للرد على كل حاجه، بجد عاملين لكم ومجهزين لكم شغل ما حصلش، حاجه تفوق الخيال ما شاء الله باذن الله. ماده علميه قويه جدا جدا، هتساعدك وهتسهل لك الدنيا خالص باذن الله. السنه دي هتفرق معاك جدا، ومش بس في مادتها يا جماعه، والله هكون بساعدكم في كل حاجه، وهحفزكم وهدي لكم نصايح متعلقه بكل المواد ان شاء الله. فانا معاكم، وابشروا واطمنوا، بس انتوا بالله عليكم تستغلوا السنه صح، عشان بجد املنا فيكم كبير ان شاء الله رب العالمين. صل على النبي، الله يبارك لك. سؤال مهم او سؤالين مهمين اصلا. يا مستر، انا مستواي كويس اصلا في الانجليش، بس انا واقع مني حاجات من اولى وثانيه، ما كنتش مركز قوي، هو انا هينفع اكون كويس في ثالثه؟ يعني هجيب كده مجموع حلو، او هعرف ان انا اقفل امتحان الانجليش، او اجيب درجه كويسه؟ وسؤال تاني، يا مستر انا مستواي ضعيف وما تاسستش في الانجليش، هو انا هعرف اذاكر السنه دي كده واكون كويس في الانجليش يا جماعه؟ او يعني يا مستر ساعدني بالله عليك، يعني انا مش متاسس، هعرف اكون كويس في الانجليش؟ اقول لك صل على النبي، الله يبارك لك. التاسيس نوعين ان شاء الله. اول تاسيس او اول قسم او اول نوع هو اللي هنشتغله النهارده، ده النوع الاول او النص الاول من التاسيس، هديهولك النهارده ان شاء الله في المحاضره دي. طب النص الثاني بقى، النص الثاني اثناء شغلنا ان شاء الله، او اثناء شغلك معايا طول السنه، هكون بديك الحاجات التاسيسيه اللي انت محتاجها. يعني احنا داخلين مثلا على يونت معينه، اليونت دي فيها حاجه يعني، او فيها قاعده محتاجه تاسيس من اللي فات، طب انا مديك الحته دي، يبقى انا كده عندي نوعين من التاسيس. النوع الاول حاجات هديها لك في المحاضره دي، دي هتذاكرها كويس جدا وهتفرمها قبل ما تخش معايا على المنهج ان شاء الله. طيب والنوع الثاني ان شاء الله اثناء شغلنا في المنهج، فانا هديك الحاجات التاسيسيه دي مع كل جزء او مع كل جرامر هنشتغله، فانا هديك الجزء التاسيسي المتعلق بيه ان شاء الله. فاطمئن، سواء انت مستواك كويس واقع منك حاجات، سواء انت كنت على الله وداخل ان شاء الله ثالثه، اطمئن ان شاء الله هتكون زي اللي بيذاكر من الاول وزي اللي شاطر من اولى ثانوي، بس انت تساعدني، بس انت تذاكر كويس جدا، بس انت تكون عارف حجم المسؤوليه اللي عليك، عليك مسؤوليه كبيره، ولازم تكون عارف اهميه السنه، ولازم تكون عارف تنظم وقتك، لان الكنز بتاعك او بجد ثروتك السنه دي هي وقتك، لازم تستغله كويس جدا، ولازم تذاكر كويس جدا. انت بص مش مطالب بان انت تذاكر اللي هتاخده، يعني انت النهارده خدت درسين ثلاثه ايا كان يا جماعه، ايا كان، انت المطالب او المطلوب منك ان انت تذاكر بس اللي انت خدته، وبعد كده براحتك بقى افتح انترنت، اعمل اللي انت عايزه، اخرج براحتك، انا مش بقول لك حاجه، بس انت ما تراكمش حاجه عليك، وهتعرف قيمه الكلام ده ان شاء الله في اخر السنه، عشان خاطري ما تراكمش حاجه، بالله عليك ربنا يكرمك ويصلح حالك، ما تراكمش حاجه، خدت درسين ذاكرهم، ثلاثه ذاكرهم، درس واحد ذاكره ايا كان، عشان تيجي ان شاء الله في نص السنه واحنا بنعمل مراجعات، في اخر السنه ان شاء الله في المراجعات تلاقي نفسك مرتاح، وتلاقي نفسك كويس، وعارف تبدع وتشتغل، وعارف ان انت تخش امتحانات تقفل،
وعارف اهم حاجه توصل لحلمك ان شاء الله. فبالله عليك ربنا يصلح حالك ويكرمك، ما تراكمش حاجه، ركز وذاكر اول باول عشان خاطر حاجه مهمه نفسك وعشان خاطر اهلك. الناس دي بتتعب وبتتفرم وبجد بيناموا بالليل كده بيحلموا والله ان انت هتكون ايه او انت هتكون ايه، نفسهم يفرحهم، نفسهم يرفعوا راسهم. فعشان خاطري انتوا ما تغزلوش الناس دي، لان الناس دي بجد غلابه ونفسهم يشوفوكوا حاجه حلوه. وبعدين عشان كمان والله هكون معاكم ان شاء الله، فلازم تكونوا قد المسؤوليه. ربنا يكرمكم ويصلح حالكم. انا واثق ان انتوا تستاهلوا التعب والمجهود زي ما الدفعه اللي فاتت فعلا كانت تستاهل التعب والمجهود، وعملنا معاهم شغل حلو قوي. فعشان خاطري لازم تستغلوا السنه صح، احنا لسه في الاول، يعني قدامك فرصه حلوه قوي ان انت لسه على اول سلمه. استغليت الدنيا من دلوقتي، ما ركنتش حاجه عليك، انت لسه في الاول ما شاء الله. تخيل انت ماشي على سبيل المثال السنه شهور، مع كل شهر انت ماشي شهر بشهر كده، مفيش حاجه بتتراكم عليك، كل حاجه بتذاكرها اول باول. وصلت للاخر عامل ازاي؟ انت واصل للاخر برنس يا معلم، مفيش حاجه فايتاك، مفيش حاجه واقعه منك. على العكس بقى ناس بقى منفضه طول السنه، تيجي في الاخر ايه هي اهم، تلاقيها بقى عماله تصيح بقى على الجروبات، هي ايه اهم الكلمات يا جماعه؟ مفيش تلخيص للجرامر يا جماعه، مفيش اهم كلمات القصه يا جماعه، مفيش اهم الجمل. هو في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده دي لغه يعني مكتسبه. مكتسبه ازاي؟ يعني مكتسبه من شغلك طول السنه ومهاراتك اللي انت بتستغلها وبتكتسبها طول السنه، من كلماتك اللي انت بتجمعها طول السنه، من افكار وتريكس المستر بيديها لك طول السنه. فانت خليك عاقل وخليك من دلوقتي واعي، وما تخليش حد يضيعك، وما تخليش حد يأثر عليك ولا يشتتك. لازم يكون عقلك في راسك كده ان شاء الله، وعارف تستغل وقتك صح، وابعد عن اي حد. شوف بقى نصيحتي المهمة قوي، ابعد عن اي حد هيعطلك السنة دي. انا بقول لك وما تكلموش، مفيش مشكلة، صالحه بعد تالت سنة، ما تكلمش حد هيعطلك. خليك عارف بتعمل ايه، صاحب الناس اللي بتحفزك دول يعني هيشدوك لقدام، والموضوع ده هيفرق معاك جدا بجد. انا بتمنى لكم الخير بجد، بحبكم جدا، وبجد متفائل للدفعه دي ان شاء الله 2023 هيعملوا عظمه السنه دي. ربنا يكرمكم ويوفقكم ويصلح حالكم. صل على النبي الله يبارك لك. وتعالى نشوف شغلنا ايه النهارده. شغلنا النهارده مهم جدا وسهل جدا وبسيط جدا. اول حاجه هنتكلم عن حاجه اسمها parts of speech. ايه الموضوع ده؟ ايه الشغله دي بقى؟ دي اجزاء الكلام يا جماعه. يعني ايه اجزاء الكلام؟ يعني الكلام ده اجزاءه ايه؟ صل على النبي الله يبارك لك. عندنا اول حاجه الناون اللي هو الاسم، طب وبعدين الفيرب اللي هو الفعل، طب وبعدين عندنا حاجه اسمها الادجكتيف اللي هي الصفه، والادفيرب اللي هو الظرف، البروبوزيشن حرف الجر، الكونجنكشن اللي هي روابط، انترجكشن عندنا دي حاجه اسمها التعجب. الحاجات دي كلها هنشتغلها يا مستر. البروناونز اللي هي الضمائر. طيب زي الفل، تعال نمسك حاجه حاجه كده ونشوف القصه دي نظامها ايه. طب يا مستر بعد اذنك، هي دي بتجي لي ازاي؟ بتجي لك ان بيجيب لك جمله كده، وبعدين يجي لك على كلمه من الجمله دي يقوم شادد تحتها خط ويقول لك الكلمه دي شغلانه، يعني شغاله ايه او شغلانتها ايه في الجمله. فبيجيب لك بقى ناون وفيرب وادجكتيف وادفيرب ايا كان بيجيب ايه. فانت طبعا سيادتك من خلال معرفتك دي ان شاء الله الحاجات التاسيسيه اللي هنشتغلها مهمه جدا جدا، وبيجي منها على فكره، فركز بالله عليك عشان ما تحتسش بعد كده، وتكون ان شاء الله معايا ماشي حلو قوي. صل على النبي. اول حاجه عندنا الناون. الناون ده يا جماعه اللي هو الاسم. هو الاسم ده ايه؟ ما انت عارف حضرتك انما اسم انسان، اسم حيوان، اسم بلد، اسم مكان، اسم جماد، اي اسم في الدنيا. يعني مثلا ما اقول لك ايه، علي از كليفر، علي ده هو شخص ماهر. فتعالى كده نشوف يا جماعه علي ده نظامه ايه. ركز معايا الله يبارك لك ويصلح حالك. علي ده ايه يا جماعه؟ علي ده ناون طبعا، اسم شخص. طب وبقول لك ايه، بقول لك هنا كمان ايجيبت از بيوتيفول. طيب صل على النبي الله يبارك لك. تعال نشوف كده هي دي شغاله عندي ايه. ايجيبت مصر، ما هو اسم بلد يا جماعه، اسم دوله، يبقى ده على طول ناون. فما يجيب لي جمله زي كده وبعدين يعمل لي خط زي ده ويقول لي دي شغاله ايه، ويجي لي كده يقول لي ناون، يقول لي فيرب، يقول لي ادجكتيف، يقول لي ادفيرب، فانت حضرتك في الحاله دي بتقول له ان دي شغاله ناون، لان حضرتك عارف ان هي بتكون اسماء اشخاص، بلاد، حيوانات، اشياء، جماد، ايا كان. فحضرتك بتختار هنا ايه؟ بتختار الناون. سهله جدا وبسيطه، بالله عليك لا تركز معايا. صل على النبي. اتكلمنا هنا عن الناون، طبعا اسماء شهور بقى ايا كان، فانت عارف الناون نظامه ايه. طيب ايه تاني حاجه عندنا يا مستر؟ صل على النبي الله يبارك لك. تاني حاجه عندنا وهي حاجه اسمها، ركز معايا الله يبارك لك، حاجه اسمها الفيرب. ايه الفيرب ده يا مستر؟ الفيرب طبعا اللي هو الفعل. طيب حلو، ايه الفعل ده يا مستر؟ دي كلمه بتصف الحدث اللي بيحصل. هو انا بلعب،
يبقى بلاي يلعب بتصف الحدث اللي بيحصل. طب انا بستخدم الكمبيوتر يبقى هنا بستخدم يوز اللي هي اصلا بتصف الحدث اللي بيحصل اللي هو يستخدم. يبقى انا عندي الفيرب ده او الفعل هي كلمه، ركز معايا الله يبارك لك، هي كلمه تصف الحدث زي الفل. فما يجيب لي جمله كده وبعدين يقول لي ايه، ركز معايا الله يبارك لك واصلح حالك، وبعدين يقول لي عمر uses the computer زي الفل. فحضرتك بيجي لك كده على كلمة use او uses وبعدين يقول لك دي شغالة ايه. فحضرتك بيديك هنا noun وبعدين بيديك verb وبعدين بيديك adjective وبعدين برضو بيديك الادفيرب، يقول لك اختار بقى uses دي شغالة ايه. فحضرتك عارف طبعا verb لانها بتصف حدث الاستخدام، فبتختار هنا طبعا ايه verb اللي هو الفعل. طب والله سهلة، ركز معايا الله يبارك لك، الدنيا ماشيه حلو قوي، صل على النبي. طيب انا كده اتكلمت اول حاجه عن النون اللي هو الاسم، تاني حاجه بتكلم عن الفيرب اللي هو الفعل. طب تالت حاجه عندنا، ركز معايا بقى عشان الموضوع كده هيحلو، تالت حاجه معانا هنتكلم عن الادجكتيف. ايه الادجكتيف دي؟ دي الصفه يا حبيب قلبي يا غالي. ايه موضوع الصفه ده بقى؟ طب صل على النبي. بص يا سيدي تعال نشوف قصه الصفه دي ايه. الصفه تصف الاسم وتأتي قبله. طيب حلو، ده أول حتة. طب وتاني حتة؟ وتأتي بعد verb to be وتأتي بعد الأفعال التقريرية. حلو جميل جدا. طب ركز معايا الله يبارك لك، انت قلت لي يا مستر الادجكتيف دي اللي هي ايه؟ اللي هي صفه، الصفه بتصف الاسم، بس خد بالك ان هي بتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد فيرب تو بي اللي هو ام از ار، وفي الماضي بتكون واز وير، وبتيجي بعد الافعال التقريريه، والافعال التقريريه دي اللي هي الافعال التي لا تاتي في الازمنه المستمره. فركز معايا الله يبارك لك واصلح حالك. طب تعالى نشوف كده امثله، ركز معايا. لو انا هنا مثلا بقول لك اتول مان وبعدين بيجي لك كده يقول لك دي شغاله ايه؟ adjective adverb noun verb زي الفل. حضرتك معايا كده واحدة واحدة، من هنا ايه؟ noun. طيب واللي بيسبق الاسم ايه؟ أطول مان، رجل طويل. ما طويل صفة يا جماعة، انا بصف الراجل ده هو ان هو طويل، يبقى طويل دي شغالة ايه؟ شغالة صفة، والصفة المستر لسه قايل ان هي اسمها ايه؟ اسمها adjective. اه يا مستر حضرتك كده فعلا حققت لي اول حاجه قلتها، ان انت حضرتك قلت لي الصفه بتيجي قبل الاسم، هو تصف الاسم وتاتي قبله، وفعلا هنا جبت لي الاسم اهو وجبت لي الصفه قبله. طب قلت لي برده يا مستر حاجه، قلت لي ان الصفه بتيجي بعد فيرب تو بي، ممكن حضرتك توريها لي؟ صل على النبي الله يبارك لك. مش انا بقول هنا هي از، ركز معايا الله يصلح حالك، انتليجنت. اه فانا بقول لك هنا ان هو ذكي. اه تمام، حلو جدا والكلام جميل. طب يا مستر هي فين الصفه؟ ما هو ذكي يا معلم، انا بصفه ان هو ذكي، هو ذكي، ما هي دي صفه اهي، دي صفه. طب جت فين بقى؟ هل جت قبل الاسم؟ لا، ده جت بعد فيرب تو بي يا مستر اللي انت قلت لي عليه، اللي قلت لي بيكون في المضارع ام از ار وبيكون في الماضي ووز وير. يبقى فعلا كده احنا حققنا ان الصفه بتيجي قبل الاسم والصفه بتيجي بعد فيرب تو بي. كلام جميل يا مستر وكلام حلو، صل على النبي الله يكرمك. برضو انت قلت لي حته ثالثه يا مستر، قلت لي ان الصفه بتيجي بعد الافعال التقريريه. طب تعال نشوف، اما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال، ركز معايا الله يبارك لك، هي سيمز هابي، هو يبدو سعيد. اه تمام، سيم من الافعال التقريريه التي لا تاتي في الازمنه المستمره، فتيجي تبص كده هي فين الصفه هنا؟ طبعا هابي اللي هي معناها سعيد. طب تيجي تبص تلاقي ان فعلا الصفه جات لك بعد الافعال التقريريه، يبقى كده ثلاث حاجات بنتكلم فيهم في الادجكتيف اللي هي الصفه. اولا الصفه بتيجي قبل، ركز معايا الله يبارك لك، الصفه بتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد فيرب تو بي وبتيجي بعد الافعال التقريريه. طب والله سهله، طب والله جميله، ركز معايا الله يصلح حالك ويرضى عليك. حلو جدا، اتكلمنا هنا يا مستر عن الصفات ومفيش فيها حاجه ولا فيها اي مشكله. طيب تمام، تعال نتكلم على حاجه اجمل منها اسمها الظرف. ايه يا مستر موضوع الظرف ده؟ يعني موضوع كبير يعني؟ والله حاجة سهلة خالص. عندنا حاجة يا جماعة اسمها الادفيرب اللي هو طبعا الظرف. طيب ايه موضوع الظرف ده؟ ركز مع الله يبارك لك، الظرف ده بيصف طريقة الحدث. اولا عندنا انواع كتير من الظرف، اول نوع عندي اسمه ظرف الطريقة. ايه يا مستر ده اللي هو بتاع المنر ده اللي بتاع الطريقة ده؟ يعني ايه ظرف الطريقة ده؟ ده بيصف الحدث ده حصل ازاي. صلى على النبي، انا عايز اقول لك ان عمر بيسوق العربيه بسرعه، فانا بصف سواقه عمر ان هو بيسوق بسرعه، فانا بصف الحدث نفسه بسرعه دي.
انا عايز اقول لك ان سامي بيتكلم بصوت عالي، فانا بصف طريقه كلام سامي ان هو بيتكلم بصوت عالي، يبقى ده اسمه كده ظرف طريقه، انا بصف الطريقه اللي سامي بيتكلم بيها. ده جميل جدا. طيب قال لي ظرف الطريقه ده هو بيكون باضافه، شوف ازاي، باضافه الواي للصفه. حلو، باضافه ايه؟ الواي للصفه. ماشي تمام. يعني على سبيل المثال تعال نشوف مع بعض. هي رانز كويكلي، يعني هو بيجري بسرعه. طب حلو جدا. هو اصلا اصلها ايه؟ هي كان اصلها كويك، طب وبعدين خليتها كويكلي بقت ظرف بتصف ايه بقى؟ صلى على النبي الله يبارك لك. هي بتصف الفعل، بتصف طريقه جريه، يعني هو بيجري بسرعه، فانا بوصف لك طريقه الجري بتاعته ان هي بسرعه، يبقى ده اسمه ظرف طريقه، بيصف طريقه الحدث اصلا، الحدث بيحصل ازاي. طب بجيبه ازاي؟ باضافه ال واي. انا لقيت عندي هنا كويك فخليتها هنا ايه؟ كويكلي. طيب زي الفل. طب صلى على النبي الله يبارك لك. بقول لك هي سانجس سادلي، معنى الكلام هنا ان هو بيغني بحزن. طيب حلو، فانا بصف طريقه الغنى بتاعته ان هي بحزن، فانا سادلي دي بتصف ايه؟ بتصف الفعل بتاعنا، وكده انا جبت الظرف بتاعي من الصفه اللي هي ساد باضافه الواي. يبقى ركز معايا بارك لك، انا عندي الصفه كانت بتصف الاسم، بقول لك اتول بوي يعني ولد طويل، فانا بصف هنا الولد يبقى بصف اسم، انما هنا اما تيجي تبص في الظرف، الظرف بيصف الفعل وبيصف طريقه الحدث ده بيحصل ازاي. فلما قلت لك هي رانز كويكلي انا مش بقول ان هو بسرعه، لا ده هو بيجري بسرعه، فتيجي تبص على الظرف بتاعنا دهوت تلاقيه بيصف الفعل ما بيصفش الاسم. يبقى انا عندي هنا اما تيجي تبص تاني، هل هو بسرعه ولا هو بيجري بسرعه؟ يبقى بسرعه دي بتصف الفعل ما بتصفش الاسم. يبقى تعرف وتركز ان الصفه بتصف اسم انما الظرف بيصف الفعل، وركز معايا الله يبارك لك. طيب هل الظرف دهوت، اولا قبل ما نخش على الحته اللي هقولها خلينا برضو نعرف ان في ظروف غير قياسيه، طبعا كل ده هناخده بتوسع بس انا بديك الاساسيات اللي انت محتاجها دلوقتي. طيب اولا عندي ظروف غير قياسيه. غير قياسيه ازاي؟ انا عايز اقول لك ان عمر بيخوض السياره بسرعه، اقولها لك ازاي؟ هقول لك هنا عمر درايفز هيز كار فاست. حلو جدا وجميل. يا مستر حضرتك نسيت حاجه تقريبا، انت نسيت تحط لي ال واي هنا، ما انت قلت لي يا مستر ان انا عشان اجيب الظرف بحط ال واي للصفه، وانت يا مستر هنا نسيت تحط لي ال واي. ركز معايا بارك لك. عمر بيقود السياره او سيارته بسرعه، فبسرعه دي بتعود على القياده بتاعت عمر، يعني ده ظرف لانه بيصف الفعل بتاعنا دهوت، مش بيصف عمر ان هو سريع، لا ده انا بقول عمر بيسوق عربيته بسرعه، فبسرعه دي بتيجي على يسوق او يقود اللي هي طبعا فيرب اللي هي فعل طبعا، فاللي بيصف الفعل بتاعنا اللي هو ظرف. طب يا مستر الظرف انت قلت لي باضافه ال واي، فين ال واي؟ اقول لك يا حبيب قلبي يا غالي، يا غالي جدا على قلبي، عندنا ظروف غير قياسيه. يعني ايه؟ يعني هي في الصفه بتكون هي هي بالظبط في الظرف، ما بغيرش في اي حاجه. زي فاست دي صفه تمام، بتبقى زي ما هي بالظبط فاست وهي ظرف. زي عندي هارد بتبقى زي ما هي بالظبط هارد في الظرف. بس يبقى انت كده عرفت حاجه، ان انت عندك الظرف ده هوت اولا بيصف الفعل، وبيكون عندي حاجه اسمها ظرف الطريقه بتصف طريقه الحدث بيحصل ازاي. هو بيغني بحزن بقى، بيغني بسعاده، هو بيجري بسرعه، بيسوق او بيقود السياره بسرعه، ايا كان، فانت بتصف طريقه الحدث بيحصل ازاي، وبيكون باضافه ال واي، واكون صاحي ومركز وعارف ان انا عندي ظروف غير قياسيه. زي فاست بتبقى فاست زي ما هي، زي هارد هارد زي ما هي، ولو تفتكر كان عندك حاجه اسمها جود اللي معناها جيد، كنت اما تيجي تجيب منها الظرف كان عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها ويل. ما هو ده ظرف غير قياسي، ازاي ما حطيتلوش ال واي، ما قلتش جودلي، لا ده انا خليتها ويل. حلو يا مستر، حضرتك كده كلمتيني عن النون اللي هو الاسم، وكلمتيني عن الفيرب وعرفت اللي هو ايه، وكلمتيني عن الادجكتيف اللي هي الصفه، وعرفنا ان الصفه بتصف الاسم، وركز معايا، وعرفنا هنا ان الصفه بتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد فيرب تو بي وبتيجي بعد الافعال التقريريه. جميل جدا، مفيش اي مشكله. وعرفنا برضو ان عندنا حاجه اسمها الظرف، والظرف ده بيصف الفعل، واول حاجه كلمتك عنها هنا حاجه اسمها ظرف الطريقه، بتصف طريقة الحدث، بتصف الفعل بتاعنا، وان انا بجيب الظرف ده ازاي؟ ان انا بجيب الصفة واحط لها ال واي. حلو جميل جدا. طيب وعرفنا برضو ان عندنا ظروف غير قياسية ان هي بتتحفظ زي ما هي، ما بحط لهاش ال واي. طيب هل يا مستر الظرف ده بيصف الفعل بس؟ اقول لك لا. طب الظرف بيصف ايه؟ قال لك الظرف ده هو، تركز معايا الله يبارك لك، الظرف بيصف اول حاجة الفعل اللي احنا قلناها، وبعدين بيصف الصفة، وبيصف ظرف زي. جميل جدا. فيجيب لي مثلا جملة ويقول لي she is so beautiful. جميل، ده كلام حلو جدا. طيب
وبعدين يقوم جاي كده ويقول لي ايه؟ عامل لي تحت سوق كده خط كده ويقول لي دي شغاله ايه؟ يقوم مديني هنا بقى اختيارات، يقول لي هل دي شغاله نون ولا شغاله فيرب ولا شغاله بروبوزيشن يعني حرف جر ولا شغاله ادجكتيف ولا شغاله ادفيرب. وحضرتك المفروض بقى تختار. حضرتك بتبص كده، طب سودي بقى شغاله ايه؟ محتار والله، ما انت محتار هتعمل ايه في الموضوع اللي زي ده. طب صلى على النبي، بيطفل شغاله ايه؟ بيطفل طبعا يعني جميل، بقول لك ان هي جميله جدا، سودي معناها جدا، فبقول لك هي جميله جدا ماشي، يعني بيطفل صفه ومعناها جميل صح؟ حلو، يعني دي ادجكتيف صفه. حلو، طب المستر تقوم انت هرش كده في دماغك وبعدين تقول ايه؟ المستر كان قال لي تركه كده وقال لي ان الظرف مش بس بيصف الفعل، ده بيصف برضه الصفه وبيصف الظرف. اه طب ما هو هنا الكلمه دي بتصف الصفه، ما انا بقول هي جميله جدا، فجدا دي بتصف الصفه، اه فاللي بيصف الصفه عندي ايه؟ هو الظرف. يبقى على طول بدون تفكير سيادتك بتروح تختار عندي الادفيرب اللي هو معناه الايه؟ الظرف. زي الفل، ركز معايا برجلك واصلح حالك يا مستر. حضرتك كده قلت لي ناون وفيرب وادجكتيف وادفيرب، طب وبعدين؟ اقول لك يا حبيب قلبي يا غالي، هنا طبعا تقريبا 5 هنتكلم عن حاجه اسمها البروناون. البروناون ده هو اللي هو الضمير، والضمائر دي شويه حاجات حابين نتكلم عنهم كده بالتفصيل. ركز معايا برجلك، اول حاجه هنتكلم عنها هنا ضمائر الفاعل، وركز معايا وراجع معلوماتك كده. طيب وتاني حاجه هنتكلم عنها هنا ضمائر المفعول، وبعدين هنا هنتكلم عن صفات الملكية، وبعدين هنا هنتكلم عن ضمائر الملكية، وبعدين هنا هنتكلم عن الضمائر المنعكسة اللي هي reflexive pronouns. ماشي، ركز معايا بارك لك، ايه ضمائر الفاعل دي؟ اقول لك يا حبيب قلبي يا غالي، ضمائر الفاعل اللي هو انا بشيل الفاعل بتاعي وبحط ضمير مكانه، بدل ما اقول احمد eats breakfast فانا بقول he eats breakfast، فبدل ما حطيت احمد اللي هو الفاعل اللي بياكل الفطار، لا ده انا حطيت مكانها he، ضمير فاعل كده. طيب ضمائر الفاعل زي ايه؟ صلى على النبي الله يبارك لك، بقول لك هنا عندك I وعندك he وعندك she وعندك it وعندك we وعندك you وعندك they. طبعا حضرتك عارف I يعني انا، هي يعني هو، شي هي، ات هو او هي الغير العاقل، وي نحن، يو انت او انتم، زي يعني هم. حلو، طب ايه يا مستر ضمائر المفعول؟ طبعا هنكتب امثله على كل حاجه من دول ما تقلقوش يعني. طيب يا مستر ايه ضمائر المفعول؟ اقول لك يا حبيب قلبي يا غالي، ضمائر المفعول دي هي ضمائر بتجيلي بعد الفعل او بعد حرف الجر. طيب هنكتب امثله برضو ما تقلقش، انا بس بكتبهم لك. ضمائر المفعول، طب ايه ضمائر المفعول من اي؟ عند اي بتكون مي، وعندي هي بتكون هم، ركز مع الله يبارك لك، وعندي شي بتكون هير، وعندي ات بتكون ات زي ما هي، وعندي وي بتكون اس، ركز مع الله يصلح حالك، وعندي يو بتكون يو زي ما هي، وعندي زي بتكون زم. حلو، دي ضمائر المفعول بتاعتي. سليم، تعال نخش على صفات الملكيه، وكل ده زي ما قلت لك هندي عليه امثله دلوقتي وهتكون فاهمه كويس. ايه يا مستر صفات الملكيه؟ صلى على النبي. عندي اي بتكون ماي، وعندي هي بتكون هز، وعندي شي بتكون هير، وعندي ات بتكون اتس، وركز معايا ان هي بدون ابوستروف، دي بتاعه الملكيه وهديك عليها امثله دلوقتي، وعندي وي بتكون اور، وعندي يو بتكون يور، وعندي زي بتكون زير، دي طبعا صفات ملكيه. طب ضمائر الملكيه، وركز معايا بارك لك، هقول لك كل الفروق ما بينهم بكتبهم لك بس حضرتك عشان تكتبهم ورايا كده وتكون زي الفل. ضمائر الملكيه، طيب ضمائر الملكيه من اي بتكون ماين، وركز معايا بارك لك، وعندي هز بتكون هز زي ما هي، وركز معايا في اللي جاي عشان انا هضيف اس في الاخر، يعني هير مثلا بتكون هيرز انما ات مش موجود. طيب اور هنا بتكون اورز، وركز معايا بارك لك، يور بتكون يورز، زير بتكون زيرز. حلو، كلام جميل يا مستر وكلامك زي الفل، يعني انت كده بتقول لي ان في ضمائر فاعل وضمائر مفعول وصفات ملكيه وضمائر ملكيه وضمائر منعكس. هل مهمين؟ مهمين جدا جدا، والاساسيات دي مهمه جدا، والا ما كنتش تعبت نفسي وطلعت دلوقتي بقولها لك، فركز بالله عليك، صلى على النبي. ضمائر منعكسه عند اي بتكون ماي سيلف، هديك امثله على كل ده ما تستعجلش، اكتب ورايا بس الحاجات دي. طيب هي بتكون هيم سيلف، عندي شي بتكون هير سيلف، عندي ات بتكون اتسلف، عندي وي بتكون اور سيلفس،
عندي يو بتكون يور سيلف او يور سيلفس. الفرق يا مستر؟ هقول لك الفرق يا حبيب قلبي يا غالي. ان يور سيلف دي معناها بنفسك، انما يور سيلفس معناها بانفسكم. ليه؟ لان انا عندي يو دي بتيجي بمعنيين، اول معنى ليها انت، طب وتاني معنى انتم. فما بيكون معناها انت بتبقى بنفسك يور سيلف، طب اما يكون معناها انتم بتكون بانفسكم اللي هي يور سيلفس، زي الفل وكلام جميل. طيب انا عندي زي بقى بتكون عندي زم سيلفس وكلام زي الفل وسهل خالص، وركز مع الله يبارك لك. تعال ناخد حاجه حاجه ونتكلم واحده واحده عن الضمائر بتاعتنا. اولا ضمير الفاعل، ركز معايا. اول حاجه هتكلم عنها هنا ضمائر الفاعل. ايه اللي بيحصل في ضمائر الفاعل؟ ان انا بشيل الفاعل واحط مكانه ضمير. حلو. فبدل ما اقول لك هنا ان عمر studies hard، ان عمر بيذاكر بجد، ركز مع الله يبارك لك، بقول لك هنا he studies hard. يا سلام يا جماله. فايه اللي حصل هنا يا حبيب قلبي؟ هو مين اللي بيذاكر بجد بعد اذنك يعني؟ ما هو عمر، يعني عمر ده شغال ايه؟ عمر ده شغال فاعل. حلو. انا شلت عمنا عمر ده وحطيت مكانه هي. يعني ده فاعل يا مستر، فانت جبت مكانه ضمير بدلا من الفاعل، فده اسمه ضمير فاعل. عشان كده، عشان انت شلت الفاعل وحطيت مكانه ضمير، فلذلك هو اسمه ضمير الفاعل، لان بتحط مكان الفاعل. حلو. طب دي اول حاجه يا مستر. اتكلمتيني انت بعد كده عن حاجه اسمها ضمائر المفعول. بقول لك هنا هو ضمائر المفعول. قلت لي يا مستر في ضمائر المفعول دي حاجه حلوه جدا جدا، قلت لي ان هي تاتي بعد الفعل. بتيجي بعد الايه؟ بعد الفعل، وبعد حرف الجر. طب حضرتك كده تعالى نقول ان عمر اعطاني هديه. فهتيجي تبص كده هتلاقيها عمر gave me a present. يا سلام، ده كلام جميل جدا. تعالى بص لي كده واحده واحده. هتيجي تبص هنا وتشوف هتلاقيني ان بعد الفعل اللي هو gave اعطى، ده هو فيرب يا جماعه، اهوت ده هو فيرب فعل. طب ايه اللي جالي بعد الفيرب هنا؟ جالي ضمير مفعول، لان انا شلت المفعول وحطيت مكانه ضمير. هو عمر اعطى مين؟ اعطاني عمر الفاعل وانا مفعول، صح كده؟ يبقى انا هنا شلت المفعول وحطيت مكانه ضمير، فلذلك اسمه ضمير مفعول. وركز مع الله يبارك لك، ضمير المفعول بيجي بعد الفعل. تعالى بص معايا كده اهوت، ده الفعل بتاعي وده ضمير المفعول بتاعي، يبقى كده جاي لي بعد الايه؟ جاء بعد الفعل بالظبط، يبقى كلام سليم. تعالى بص لي، الله يبارك لك. بقول لك هنا I was looking for him. انا كنت ابحث عنه. كلام زي الفل. تعالى بص لي كده، هي فور دي شغاله ايه يا مستر؟ ما هو فور حرف جر يا مستر، بروبوزيشن. طب جه بعدها ايه يا حبيب قلبي؟ جه بعدها هم اللي هو اصلا ضمير مفعول. يبقى ركز الله يبارك لك ويصلح حالك، ركز. انا كنت ببحث عنه، انا هنا اللي ببحث، انا فاعل، ده هو سبجكت فاعل، انما هو مفعول، يعني ده هو اوبجكت مفعول. فانا هنا شلت المفعول وحطيت مكانه ضمير، فلذلك هو اسمه ضمير المفعول. ضمير المفعول مكانه فين؟ مكانه بعد الفعل وبعد حرف الجر. يا سلام، ايه الشغل الجميل ده؟ ده الدنيا حلوه جدا. صلى على النبي الله يبارك لك. انا كده كلمتك عن ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. تعال نتكلم عن حاجه جميله جدا اسمها صفات الملكيه. صفات الملكيه، ودي بتسبق الاسم، تسبق الاسم. تعال نقول كده كتابي، كتابي بقولها ازاي؟ بقول ماي بوك. يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يعني كتابي. حلو. فتيجي تبص كده تلاقي صفة الملكية جت قبل الاسم وتدل على الملكية. حلو. عايز اقول كتابك يور بوك. حلو كده، فبقول لك هنا يور بوك. جميل. عايز اقول كتابه هيز بوك. عايز اقول كتابها هير بوك. حلو يا مستر. يبقى هنا الضمائر دي بتدل على الملكية وبتيجي قبل الاسم. بس يا مستر وانت شغال كده حضرتك قلت لي على حاجه اسمها ضمائر ملكيه، هو في فرق بين صفات الملكيه وضمائر؟ في فرق، الاتنين بيدلوا على ملكيه، بس في فرق بينهم مهم. وركز عشان هينزل لك حاجات تحلها ان شاء الله على الجروب بتاعنا، فانت لازم تخش على الجروب، هنسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن عشان تطبق على الحاجات دي ان شاء الله وتنزل الحل بتاعك كمان. عايزك بجد تفرم نفسك. صلى على النبي الله يبارك لك. تعال نشوف رابع حاجه معانا اللي هي ضمائر الملكية. ايه يا مستر؟ ايه ضمائر الملكية دي؟ موضوع كبير للدرجة دي؟ لا مش كبير ولا حاجة، بتدل على ملكية بس هي ضمائر. هنا ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اسم. فأنا واقف كده وبقول هو الكتاب ده بتاع مين؟ فواحد جاي بيقول ملكي، أو الكتاب ده ملكي، فبقول إيه؟ ملكي، إنه ملكي. هل جاب سيرة الكتاب؟ لا، ده بيقول إنه ملكي. طيب يعني إيه يا مستر؟ يعني لما يجي يتكلم يقول لك اتس
ماين. يا مستر فعلا ده انت قلت لي ماين دي هي ضمير الملكيه من اي، الصفه الملكيه منها كانت ماي، بس ماي لما جيت تقول لي يا مستر قلت لي ان هي بيجي بعدها اسم، انت هنا قلت لي ماي بوك يعني كتابي، انما هنا لما جيت تتكلم عن الضمير قلت لي ماين وما جبتليش بعدها بوك. ما هي دي الفرق او دي الفكره، ان انا عندي ضمائر الملكيه لا ياتي بعدها اسم، انما صفات الملكيه بيجي بعدها اسم، يبقى في فرق كده ما بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه. صفات الملكيه بعدها اسم، طب وضمائر الملكيه لا ياتي بعدها اسم. ركز معايا، الله يبارك لك، بقول لك اتس ماين اتس اورز، فبقول لك مثلا على سبيل المثال واحد بينادي المفاتيح دي بتاعت مين، فبقول ان المفاتيح دي بتاعتهم او ملكهم، او بقول لك انهم ملكهم، فاقول لك ايه they are theirs يعني ملكهم. فتيجي تبص على زيرز دي شغاله ايه، شغاله ضمير ملكيه، هل جه بعدها اسم؟ والله ما جه بعدها اسم. يبقى ركز، الله يبارك لك ويصلح حالك، ركز الله يبارك لك ويصلح حالك، ان انا عندي صفات الملكيه، وصفات الملكيه اللي انت كاتبها ورايا دي بيجي بعدها اسم عشان وانت بتطبق، انما ضمائر الملكيه لا ياتي بعدها اسم. يعني لو جالك هنا وقال لك على سبيل المثال اتس، وبعدين عمل كده، وبعدين قال لك مثلا على سبيل المثال باج، وبعدين قال لك هنا هتختار ماي ولا ماين، ده اول جمله. طيب تاني جمله قال لك هنا اتس، وبعدين قام عامل كده وقال لك هتختار هنا ماي ولا ماين، هي بتجي لك بالشكل ده، فحضرتك طبعا فايه وفاهم وواعي ودماغك كبيرة، فحضرتك بتبص كده المستر قال لي ان صفات الملكية بيأتي بعدها اسم، انت هنا بعدها اسم، فطبعا لازم تختار ماي، هتختار صفة الملكية لان هي اللي بيجي بعدها اسم. بصيت على النقط دي ما لقيتش بعدها حاجة، ده بعدها الفول ستوب، طبعا بختار عندي ضمير الملكية الذي لا يأتي بعده اسم. وركز معايا بارك لك، ضمير الملكية اللي هو ايه، اللي هو ماين. حلو حلو جدا، يبقى احنا كده اتكلمنا عن ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكيه، ضمائر الملكيه. طب ركز معايا الله يبارك لك، ايه اللي بعد كده؟ عندي بعد كده حاجه اسمها الضمائر المنعكسه. ايه القصه دي وايه الحوار ده؟ صل على النبي. الضمائر المنعكسه دي بتدل ان الفاعل قام بالحدث بنفسه، يعني بتساوي شويه حاجات. بتساوي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال هقول لك مثلا ماي سيلف او باي ماي سيلف بتساوي عندي without any help، يعني بدون اي مساعدة. بتساوي عندي alone. بتساوي عندي on my own، يعني بمفردي. حلوة يا مستر، دي سهلة خالص، يعني لما اقول لك مثلا ان انا نظفت الاوضة بنفسي I cleaned my room by myself، يعني انا معنى الكلام هنا ان انا نظفت الغرفة بتاعتي بنفسي بدون مساعدة حد، وزاوت اني هيلب، ما هي دي بتساوي دي، يعني انا نظفتها بنفسي، يبقى انا ما حدش ساعدني، يبقى وزاوت اني هيلب بدون اي مساعدة. طيب او الون بمفردي، او اون ماي اون يعني بمفردي برضو، يبقى فهمت كده ان باي ماي سيلف بتساوي ايه عندي، بتساوي وزاوت اني هيلب، وبتساوي الون، وبتساوي اون ماي اون. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ طب صلى على النبي. انا عايز اقول ان هم عملوا الواجب بنفسهم او بانفسهم. حلو، فبقول لك ان they did their homework by، هتختار ايه ولا هتكتب هنا ايه؟ انا بقول لك هنا هم عملوا الواجب، اولا انا عايز منك حاجتين في الجمله دي، هتكتب لي هنا جمله، هتكتب لي هنا كلمه، وهتقول لي دي شغاله ايه، فخلينا كده ناخد واحده واحده. اولا دي شغاله ايه؟ هم عملوا their homework. واجبهم يا مستر، ده زير دي انت قلتها لي في صفات الملكيه، وقلت لي ان صفات الملكيه بيجي بعدها اسم. دي صفه ملكيه يا مستر، عرفتها، بتدل على الملكيه وبيجي بعدها اسم، دي صفه ملكيه يا مستر انت لسه قايلها لي دلوقتي. طيب ده اول حاجه، خلاص انت الله يبارك لك زي الفل. تعال نتكلم على تاني حاجه، انا عايز منك هنا ضمير منعكس. هم عملوا واجبهم بانفسهم، يبقى باي ذيم سيلفس. ركز معايا الله يبارك لك، وتحفظ الجداول دي كويس جدا. طيب زي الفل، احنا كده خلصنا البروناونز الضمائر بتاعتنا. تعال نخش بعد كده على حاجه اسمها بروبوزيشنز. ايه يا جماعه البروبوزيشنز دول؟ اللي هي طبعا حروف الجر. طيب ايه حروف الجر وايه نظامها؟ يعني حروف الجر ان وان وات والكلام ده كله. طيب حلو يا مستر، انا كنت بتلخبط والله بين ان وان وات، كنت بتلخبط فيهم، معرفش امتى استخدم ان وامتى استخدم اون وامتى استخدم ات،
وخايف يا مستر ان جمله من الحاجات دي تجيلي في الحل في ثالثه ثانوي وانا ما اعرفش احلها، طب اعمل ايه؟ يا حبيبي اطمن، والله مجهز لك كل حاجه. صل على النبي. اقول لك هنا عندك اول حاجه، تعال نتكلم يا سيدي عن ان بستخدمها في ايه. واحده واحده خالص، والله مدلعك خالص. ان بستخدمها في اول حاجه السنوات، تاني حاجه الشهور، القرون، الشوارع، الأماكن المغلقة، الأماكن الكبيرة، البلاد، وحتة كمان بتاعت وسائل المواصلات هقولها لك دلوقتي، وسائل المواصلات. فتعال بص كده، يعني ان يا مستر بتجيلي مع السنوات، واقسم بالله بتجيلك مع السنوات. طب ازاي؟ ركز معايا، بقول لك ان 2015، ما هي سنه، جبت معاها حرف الجر ايه وبروبوزيشن ايه، جبت معاها ان. وبقول لك ان مارش في شهر مارس، جبت معاها ايه؟ جبت معاها شهر مارس. يبقى انا كده اعرف ان ان بستخدمها مع السنين، مع الشهور، مع القرون، مع الفترات التاريخية. يعني ايه فترات تاريخية؟ عايز اقول لك في العصر الجليدي، اقولها لك ازاي. اقول لك هنا in the ice age، اهوت اقولها لك هنا in the ice age، ودي تدل على الفترات التاريخية. طيب حلو يا مستر. والشوارع برضو بقول لك in the street، يعني في الشارع، وركز مع الله بارك لك. طيب حلو يا مستر، ده جميل جدا. وفي الاماكن المغلقة فبقول لك in the box، in the room. وبرضه يا مستر قلت لي في الاماكن الكبيره، يعني ايه اماكن كبيره؟ يعني بلاد، دول يا معلم. ما هي دي البلاد والدول تبع الاماكن الكبيره، لانها الاماكن الصغيره هقولها لك كمان شويه بتيجي مع ات، فلازم تكون عارف ان الاماكن الكبيره زي البلاد والدول. اماكن صغيره يعني ايه؟ يعني مستشفى، مدرسه، مطار، دي حاجات صغيره. انما اماكن كبيره دول وبلاد. حلو زي الفل، عرفناها يا مستر. ما انت بتقول لي ان ايجيبت، معلش يعني. مستر انت قلت لي وسائل المواصلات، وانا عارف ان وسائل المواصلات بيجي معاها باي، ما انا بقول باي كار وباي تاكسي. اقول لك صل على النبي، كنت بقول لك زمان ان وسائل المواصلات في حاله وجود فاصل، يعني وجود فاصل ما بين حرف الجر ووسيله المواصلات، فانا بستخدم ان مع كار وتاكسي. ركز معايا الله يبارك لك. يبقى هنا في حاله، هتشوف دلوقتي مثال هتفهم، في حاله وجود فاصل مع كار وتاكسي. بص يا سيدي، انا بقول لك ايه؟ بقول لك باي كار، يعني بالسياره. ما هو باي يا مستر اهوت، هو ده صح. لان مفيش هنا فاصل ما بين حرف الجر ووسيله المواصلات. انما في حاله وجود فاصل، يعني ايه فاصل يا مستر؟ انا عايز اقول بقى في عربيتي، فانا هنا هضيف ماي، ففي هنا فاصل اللي هي ماي. فطالما يا حبيب قلبي يا غالي في فاصل ما بين وسيله المواصلات وحرف الجر، فانا مع كار وتاكسي بستخدم ان. جميل وسهل وحلو، جبت لك كل حاجات ان. طيب لسه حته برضو بستخدم فيها ان، وهي فترات اليوم. يعني ايه فترات اليوم يا مستر؟ هنا اهوت اقول لك فترات اليوم. هو حضرتك مش بقول لك ان ذا مورنينج يعني في الصباح، وبقول لك ان ذا افترنون يعني بعد الظهر، وبقول لك ان ذا ايفنينج يعني في المساء. طب ما هي دي فترات يوم ولا لا؟ فترات يوم. يبقى انا ان بستخدم معاها كل الحاجات دي، حضرتك منظمها ومرتبها واشوف الشغل. انا بص هخش يعني هخش على الجروب اصلا اشوف الناس منظمه الدنيا ازاي، واشوف ابداعات. انا عايز اشوف ابداعات بقى في التلخيص والشغل، هخش اتفرج والله ان شاء الله. فعايز بجد مبدعين ان شاء الله. صل على النبي، مظبط الدنيا ان كده تقوم واخدها، عشان الحاجات دي تفضل معاك لاخر السنه ان شاء الله، ترجع لها على طول، تقوم كاتب لي حاجات ان على طول كلها. طيب تعال نخش على اون. ايه نظام اون يا مستر؟ بستخدمها مع ايه؟ صل على النبي الله يبارك لك ويصلح حالك. اولا اون بستخدمها مع الايام اللي هي ايام الاسبوع، بستخدمها مع التاريخ. حلو يا مستر. بستخدمها لما تكون حاجه محطوطه على سطح حاجه تانية، يعني شيء على سطح شيء اخر. يا سلام يا جماله، ده الدنيا حلوه قوي يا جماعه. طيب بستخدم اون مع العطل، ماشي. حضرتك بقول مثلا اون ساندي يوم الحد، وبقول برضو اون مثلا اقول لك 16
على سبيل المثال 100 مثلا اهو 1000 مثلا يا سيدي 993 ده تاريخ فاستخدمت قبله ام ماشي شيء على سطح شيء اخر يعني ايه برضو يا مستر طب ما انا بقول لك ان الكوبايه بتاعتي على المكتب ما هي الكوبايه على سطح المكتب يبقى شيء على سطح شيء اخر يبقى في الحاله دي هستخدم ايه استخدم اون طيب فبقول لك هنا ايه the cup is on the desk حلو ايه العطل دي مش دي العطل تمام مش محدش ينطقها تانية هي العطل يعني طيب ما حضرتك العطله اون هوليدي اون هوليدي زي الفل صلى على النبي الله يبارك لك وركز معايا يا مستر حضرتك كده قلت لي ان وقلت لي اون طب لسه لقيت يا مستر والله كنت بتلخبط فيها يا حبيبي والله جاي لك صلى على النبي تعال نخش كده على ات ونشوف دنيتها ايه ات يا سيدي بستخدمها في ايه بستخدمها مع الساعات بستخدمها مع الاماكن الصغيره بستخدمها مع ها ركز معايا الساعات والاماكن الصغيره عطله نهاية الأسبوع ده كلام روعة يا جماعة والله كلام روعة هو أنا بقول لك أنا بصحى الساعة 7 يبقى at 7 o'clock at 7 o'clock طيب أماكن صغيرة أنا لسه قايل لك الأماكن الصغيرة زي المستشفى والمطار والمدرسة حاجات صغيرة كده طيب يبقى أقول لك هنا إيه at hospital حلو وكلام جميل عطلة نهاية الأسبوع بقول لك at weekend الويكند بتختلف عن الهوليدي اللي كنا بنستخدمها مع اون هوليدي عطله كبيره انما هنا يوم يومين عطله نهايه الاسبوع بستخدم اون مع اللونج بيريودز يعني الفترات الطويله هنا مع الشورت بيريودز يعني الفترات القصيره حلو كلام جميل طيب وبعدين يا مستر كده اشتغلنا النون اشتغلنا الفيرب انا والله صاحي ومركز معاك ما تفكرنيش نايم يعني انا مركز والله وبكتب الحاجات دي يعني. طيب النون والفيرب والادجكتيف والادفيرب واتكلمنا عن البروبوزيشنز اللي هي حروف الجر واتكلمنا عن البروناونز اللي هي الضمائر طب لستنا ايه لستنا حاجه اسمها كونجنكشنز يعني ايه يا مستر كونجنكشنز دي موضوع وحكايتها حكايه اللي هي الروابط ايه الروابط دي يا مستر الروابط يا حبيب قلبي يا غالي اللي زي اند وبات ودي قصتها قصه وهنتكلمها ان شاء الله خلال شرحنا اللي جاي بس خلينا اديك نبذه كده عنها حضرتك عارف يعني اند يا سيدي اي لايك كافي اند تي فتيجي تبص معلش اند دي شغاله ايه ما هي رابط بتربط بين الاثنين طيب اي لايك انا بحب الفوتبول اللي هي كره القدم بات اي دونت لايك لكن انا ما بحبش التنس يا سلام ده كلامك جميل والله والله كلامك حلو فانا عندي اند يا مستر وبات يا مستر شغالين روابط كونجنكشنز فانا كده فهمت يا مستر ان انا عندي حاجه اسمها كونجنكشنز ودي معناها الروابط اللي احنا عارفينها حلو طيب بعد كده ايه عندي حاجه اسمها انترجيكشن ايه يا مستر الانترجيكشن دي ركز مع الله يبارك لك واصلح حالك دي معناها التعجب واحد بيقول ايه واو يبقى واو وات ا بيوتيفول بيلدينج اه يا مستر هي واو دي شغاله ايه ما هي الانترجكشن التعجب واو واحد شاف بقى مبنى جميل بقى حاجه رائعه ما شاء الله فقول واو وات ا بيوتيفول بيلدينج يبقى على طول ده ايه انترجكشن ركز مع الله يبارك لك التعجب ده حاجه بتدل على مشاعر قويه خوف تنبيه تحذير تعجب دهشه فالحاجات دي اسمها انترجكشن زي الفل عندي بعد كده حاجات حلوه جدا اسمها الكاونتبل والانكاونتبل فركز مع الله يبارك لك واصلح حالك واصحى ايه الموضوع وايه القصه بتاعه الكاونتبل وانكاونتبل ركز معايا بص يا سيدي انا والله ربنا يعلم عايزكم في احسن حاجه واحسن حال وان شاء الله حط تحت دي 100 خط ان شاء الله مش هبخل عليكم باي معلومه ان شاء الله سواء في المحاضرة دي أو أي محاضرة هنزلها سواء في شغلي طول السنة مش هبخل عليكم بحاجة هقول لكم كل حاجة بس بالله عليكم إن شاء الله يعني أنا هديك كل حاجة تخليك أقوى طالب وأحسن طالب وطالب فوق الممتاز إن شاء الله وأخليك داخل الامتحان إن شاء الله غير كل سنة داخل بتحط على الامتحان
وحالك غير الباقي، هتلاقيك ما شاء الله ربنا ميسر لك كل حاجه وبتفرم الامتحان غير كل اللي حواليك ان شاء الله. بس انا طالب منك حاجه، انت تذاكر وتراعي ربنا في المجهود اللي بتعمل علشانك، وتراعي ربنا في اهلك وفي نفسك عشان خاطري. بالله عليك ان شاء الله هنعمل حاجه عظمه ليك باذن الله، ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بس انت افضل ما لديك بقى بجد، عايز ابداع يا جماعه، صلى على النبي الله يبارك لك. تعال نشوف، هنتكلم عن الكاونتبل وحاجه تانية اسمها الانكاونتبل. طيب ايه الكاونتبل وايه الانكاونتبل؟ دي معدود ودي غير معدود. يا سلام، حلو، ده المعدود ماشي يا سيدي، وده غير المعدود ماشي يا سيدي برضو. ايه يا مستر الفرق ما بين الاثنين؟ اقول لك حبيب قلبي يا غالي، المعدود باينة من اسمها، حاجات بعرف اعدها، ده قلم بيبقوا اتنين وبيبقوا تلاتة وبيبقوا اربعة وبيبقوا خمسين ومليون واتنين مليون ايا كان يعني، يبقى دي حاجات بعرف اعدها. طب تعالى بالراحة كده، هي حاجات بتعرف تعدها، يعني بتجيلي مفرد وبتجيلي جمع، ده اول حاجة خدنا بالنا منها. طيب تعالى بص على السكر اللي في الدنيا كلها، تعرف تعده؟ استحالة، يبقى ده اسمه غير معدود. المية اللي في الدنيا كلها تعرف تعدها؟ استحالة، يبقى ده غير معدود. الزيت وريني كده هتعده ازاي، غير لو عبيته في ازازة وده وضع تاني، انما الزيت لا يعد. حاجات هنشتغلها دلوقتي هتعرف يعني ايه معدود ويعني ايه غير معدود. انت كده فهمت يعني ايه معدود وايه غير معدود، بس تعال نتكلم بقى بالتفصيل. مبدئيا تعال ناخد اول حاجة عندنا كده، نتكلم عن الكاونتبل اللي هو طبعا المعدود. ايه قصة المعدود؟ صلى على النبي وركز معايا. المعدود اشياء بيتم عدها او حصرها. حلو ده الكلام كده زي الفل. طيب طالما بعدها وبحصرها فهي بتجيلي مفرد وبتجيلي جمع. حلو، كلام جميل جدا جدا. طيب اما تجيلي مفرد فاعرف ان المفرد ده بيتحط قبله ايه؟ قرآن. جميل، ماشي. واما تجيلي جمع اعرف ان انا بجمع بشويه طرق. اول طريقه ان انا كنت بضيف اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس او، ركز معايا الله يبارك لك، اما تكون اي اس بحولها لاي اس وهتشوفها دلوقتي، خلينا اما نقابلها ان شاء الله. طيب يعني يا مستر حضرتك قلت لي ان في حاله المفرد بضيف قبلها ايه قران، والجمع شويه حاجات كده بعملها في الكلمه، هتوريني انت دلوقتي وهتعرفني بتعامل معاها ازاي. طيب يعني مثلا تعالى نبص كده الحاجات اللي بتتعد، مش ده قلم يا جماعه، فانا بقول pen لانه مفرد، المستر قال لي بحط قبله ايه قران، ماشي. برتقاله ان اورنج لانها مفرد برضو، فانا معلش حطيت قبلها ان لانها بتبدا بايه، بصوت متحرك. حلو. طيب والجمع يا مستر، انا دلوقتي عايز اجمع القلم ده، ما هو ده قلم عايز اجمعه، ما بضيف له اس بتبقى pens. وعندي يا مستر برضو اورنج عايز اجمعها. مستر استنى استنى، انت هنا يا مستر كانت ابان، ليه خليتها هنا pens؟ لان انا قلت لك ان الاي والان بيتحطوا قبل المفرد بس، ركز وصحصح بالله عليك. طيب يعني معنى الكلام ان الجمع ما استخدمش قبله ايه قران، ماشي. طب اورنج هتبقى اورنجز. انا ملاحظ حاجه يا مستر، ان حضرتك ضفت لي اس بس، طب ما انت يا مستر هنا قلت لي في اي اس وفي اي اس، بضيفهم امتى؟ اقول لك صلى الله على النبي، اقول لك ان انا عندي الاي اس بضيفها مع الكلمات التي تنتهي ب سي اتش اس اتش او اكس اس اس، اي كلمه بتنتهي بحرف من دول او بحروف من دول فانا بضيف لها اي اس، ما ضيفلهاش اس. واحدة واحدة. تعال نشوف كده مانجو. مستر ده اخرها او، هو انا هحط لها هنا اس؟ الله يبارك لك واصلح حالك، ما انا قلت لك لو الكلمة بتاعتك اخرها حاجة من دول فبتحط لها اي اس. طب دي اخرها ايه؟ اخرها او، يبقى في الحالة دي هتحط لها اي اس، تبقى هنا ايه؟ مانجوز. الله يبارك لك يا مستر، كنت ناسي الحاجات دي. طيب ركز معايا الله يبارك لك. عندنا حاجة جميلة اسمها بوكس، يعني صندوق. ماشي مستر احط لها اس؟ الله يبارك لك، قلت لك لما تكون بتنتهي بحاجه من دول بحط لها اي اس، يبقى هنا هتبقى ايه؟ هتبقى بوكسز. يا سلام، ايه الشغل التحفه ده؟ صلى على النبي الله يبارك لك واستحق. يا مستر ماشي، انت هنا قلت لي الاس والاي اس، طب واي اي اس يا مستر؟ اقول لك لما تكون الكلمه بتنتهي بواي مسبوقه
بحرف ساكن. في الحالة دي بشيل الواي وحط مكانها اي اي اس. طب تعال نشوف مثال. عندي كاندي يعني حلوة. اما اجي اجمعها تبقى ايه؟ اه مستر بتنتهي بواي وقبلها الدي حرف ساكن زي ما قلت لي، اما تكون الواي مسبوقه بحرف ساكن بشيلها واحط اي اس، ما هو ده اللي هتعمله. هتبقى عندي هنا ايه؟ هتبقى عندي كانديز. طيب برضه يا مستر انت قلت لي كده ثلاثة ولسه اثنين، في اي اس ولسه اي اس. اقول لك يا غالي على قلبي، الفي اي اس دي مع الكلمات التي تنتهي باف او اف اي، يعني مثلا عندك لوف يعني رغيف عيش، تمام؟ اما تيجي تجمعه ما تحطليش اس وتبقى جدع كده، لا، الكلمات اللي بتنتهي باف او باف اي بشيل الاف او الاف اي واحط مكانها في اي اس، فدي جمعها عندي بيكون لوفز. اه تصدق كده مستر، كده انت عرفتني ازاي اجمع بالاس وبالاي اس واي اس وبي اس. ايه يا مستر الاي اس دي؟ ده حوار تاني. بص يا سيدي، عندي كلمات زي كرايزس وزي ويسز. قال لي الكلمات، ركز بقى في الحته اللي هقولها دي، ركز لان مهمه والله اول مره تسمعها يعني. قال لي الكلمات اللي بتنتهي باي اس اما اجي اجمعها بحول الاي اس لاي اس. ازاي يا مستر؟ مش دي كرايزس يعني ازمه؟ اما تيجي تقول ازمات بتخليها كده. قال لا يعني انا يا مستر بس اللي غيرته ان انا شلت الاي وحطيت ايه؟ والله ده جمعها كده. اه يعني الكلمات اللي بتنتهي باي اس يا مستر اما اجي اجمعها بحول الاي اس لاي اس. خلاص فهمتها، ده سهله يعني. دي ويسز واحد يا مستر اما اجي اجمعها ومشايل الاي وحاطط ايه بس كده والله. طيب يعني هنا ويسز اما تيجي تجمعها اهو بقت كده واحات، يعني دي واحه. طيب وهنا واحات، كلام كده على مور والكلام حلو وزي الفل. طيب هناك كلمات تستعمل مع المعدود وكلمات تستعمل مع غير المعدود. طب ايه بقى الكلمات ده يا مستر؟ معلش عرفنا، انا عايز ابقى طالع من هنا مستفيد جدا. طيب صلى على النبي. الكلمات التي تاتي مع المعدود. طيب ايه الكلمات اللي بتجي مع المعدود؟ ركز معايا الله يبارك لك. اول حاجه عندي فيو، افيو، ميني، ا لوت اوف، lots of، several يعني معناها العديد، some بعض، any اي. اه يا مستر يعني فيو قليل من وافيو قليل من، many كثير من، a lot of ولوتس اوف الكثير من، several يعني العديد، some يعني بعض، any يعني اي. كل دول بيجوا مع الاسماء المعدوده. فمثلا على سبيل المثال يقول لك مثلا there are، وقوم عامل لي كده students، وبعدين يجيب لي في الاختيارات يقول لي هنا little و a little، ويقول لي much، ويجي لي يقول لي a lot of. هتقعد تفكر بقى طب اتصرف ازاي؟ حبيب قلبي يا غالي انت عندك هنا ستيودنتس، ركز ركز الله يبارك لك وصحصح معايا. انا عندي ستيودنتس شغاله ايه؟ طلاب، معدود، طالب، طالبين، 3 40 50 مليون طلاب في الاخر معدود بيتجمعوا. طيب طالما معدود فانا المستر قال لي الكلمات دي هي اللي انا بستخدمها مع المعدود. طب الكلمات دي مش موجوده في الكلمات اللي قلناها، تمام؟ ودي مش موجودة في الكلمات اللي قلناها، ودي مش موجودة في الكلمات اللي قلناها، يبقى نختار عندي a lot of. سهلة وبسيطة والدنيا ماشية معاك حلو، ركز معايا الله يبارك لك. طيب، قال لي اعرف، اعرف وركز. أركز في إيه؟ قال لي في كلمات دايماً جمع، كلمات دايماً جمع. زي إيه؟ ركز أهوت، كلمات دائماً جمع. زي إيه؟ بوليس يا جماعة، الشرطة دي دايماً جمع. بيبول يا جماعة، دايما جمع. سيفنز، الحاجات اللي بتنتهي باي ان جي اس دي دايما جمع. لوجينز اللي معناها المسكن دي دايما جمع. سيسرز
اللي معناها مقص دايما جمع، لان المقص ده متكون من حاجتين فردتين كده، فاي حاجه من فردتين دايما جمع، زي مثلا النضاره تلاقيها كده ايه حاجتين، فاي حاجه من حاجتين دايما جمع، فهنا جلاسز اللي هي النضاره دايما بتتعامل معامله الجمع. طيب الجينز البنطلون ما هو رجلين فبتكون من حاجتين فدايما جمع، والبانتس برضو اهو يعني بنطلون برضو. طيب تراوزرز دايما جمع. عندي برضو ركز مع الله يبارك لك الشوز حذاء ما هو فردتين دايما جمع. السوكس الشراب ما هو برضو فردتين فدايما جمع، يعني معنى الكلام اي كلمه من دول الشورتس دايما جمع. كلوزس دايما جمع، معنى كلامي اي كلمه من دول جت لسيادتك جت لحضرتك دايما جمع. حلو. طيب يا مستر في حاجه انت ما قلتها ليش، هل هو الجمع انت من شويه معلش الجمع من شويه قلت لي ان باضافه اس او اي اس او اي اس، قلت لي في اي اس، وقلت لي الكلمات اللي بتنتهي باي اس بحولها لاي اس، هو ما فيش جمع غير قياسي؟ لا في جمع غير قياسي، زي ايه؟ زي تشايلد بتبقى ايه تشيلدرن صح كده، زي مان رجل اما اجي اجمعها تبقى مان غير قياس اهوت، ما حطيتش اس ولا حطيت الكلام ده كله. وومن بتبقى وومن، اوكس يعني سور بتبقى اوكسن، فيران زي الفل، يبقى الدنيا كده ماشيه معاك زي الفل وركز معايا. طيب اتكلمنا كده عن المعدود، حلو وسهل ولطيف وجميل جدا، تعال نتكلم مع بعض عن الانكاونتبل اللي هو غير المعدود. ايه قصته؟ ركز مع الله يبارك لك ويصلح حالك ويرضى عليك ويكرمك. طيب ايه قصه غير المعدود؟ غير المعدود هي اشياء لا نستطيع عدائها وحصرها. حلو. قال لي ان غير المعدود ده هو دايما مفرد بيعامل معامله المفرد، يعني بياخد فعل المفرد. مستر بعد اذنك هو ايه افعال المفرد عشان بس اكون معاك في الصوره؟ افعال المفرد يا سيدي هكتبها لك عشان كده هتبقى زي الفل من الاول. فانا عندي از وعندي ووز وعندي هاز وعندي الفيرب مضاف اليه اس او اي اس او اي اي اس، مالهم دول يا مستر؟ دول افعال المفرد، يعني هم دول افعال المفرد. يعني لو جالي حاجه غير معدوده بختار معاها حاجه من دول. يعني على سبيل المثال يجيب لك اللبن، ما هو اللبن غير معدود يا جماعه، ويقول لي هنا ملك، بعدين يجي لي كده يقول لي على سبيل المثال درانك. طبعا حضرتك بقى هنا يعني الناس معاها شويه معلومات من قبل كده يعني ماشي، فيقول لي هنا هتختار هاز ولا هاف ولا ار ولا هاز بين ولا وير. طيب فانت حضرتك طبعا صاحي وفايق وعارف ومركز، المستر قال لك ان دي افعال المفرد. طيب حلو، وحضرتك شايف كده من خلال اول نظره ليك ان الملك غير معدود، يعني عايز فعل مفرد، يبقى انت بتستبعد عندك هاف لانه فعل جمع، وبتستبعد ار لانه فعل جمع، وبتستبعد وير لانه فعل جمع. طب انا كده لسه قدامي هاز وهاز بين، هتصرف ازاي بقى؟ ركز معايا بريك لك شويه معلومات بس من اللي فاتوا خفيفه. طيب اللبن هل هيشرب؟ فانا هستخدم هاز درانك، اللبن هيشرب ولا اللبن اتشرب؟ اتشرب يا مستر. يعني دي مفعول، لان الجمله كده مبنيه المجهول بديقلب بالمفعول، فبختار حاجه اسمها هاز بين، هظبط لك كل الكلام ده ما تقلقش. طيب صل على النبي الله يبارك لك. هنا معناها اللبن طبعا تم ايه؟ تم شربه. حلو. طب ممكن يا مستر معلش تديني كده تصنيفه اكون بس عارف الحاجات الغير معدوده عشان ساعات بتوه، ساعات ايه بنسى، فساعدني معلش اديني حاجه. طب بص يا سيدي اقول لك الحاجات غير المعدوده اللي هي ايه. اول حاجه هقول لك السوائل غير معدوده زي الملك والاويل والووتر. ادا ملك اويل ووتر، وعندك برضو يا حبيب قلبي يا غالي التي اللي هو الشاي، الكافي اللي هي القهوه، وركز مع الله يبارك لك. طيب السوائل يا مستر عرفت كده ان السوائل غير معدوده، في حاجات تانية؟ في، ركز معايا الله يبارك لك. بص يا سيدي تاني حاجة معايا اللي هي الغازات غير معدودة زي ايه؟ زي الاكسجين، الاكسجين يا جماعة زي الكربون دايكسايد. يعني الاكسجين ما بتعدش، وثاني اكسيد الكربون هتعد الاكسجين اللي في الدنيا ازاي؟ ما ينفعش يتعد. طب وثاني اكسيد الكربون ينفع تعد ثاني اكسيد الكربون اللي في الدنيا؟ والله ما ينفع يتعد. نيتروجين هتعده ازاي اللي في الدنيا؟ ما ينفعش يتعد. يبقى هنا عرفت ان الغازات غير معدوده، حلو، والسوائل غير معدوده. طب وثالث حاجه قال لي اعرف ان اللغات غير معدوده، جميل، اللغات زي الفرنش اللغه الفرنسيه، زي الانجليش اللغه الانجليزيه،
غير معدودة. حلوة يا مستر. طب وايه كمان؟ قلل الأطعمة. غير معدودة. جميل. الأطعمة زي ايه؟ زي التشيكن، زي الميت، زي البيتزا. بعشقها دي يا جماعة، دي بالنسبة لي العشق الكبير يعني. طيب فالأطعمة غير معدودة. طيب خامس حاجة، الوجبات غير معدودة. يعني ايه غير معدودة؟ يعني ما بتتعدش. يعني ايه غير معدودة؟ يعني بتاخد فعل المفرد، افعال المفرد لسه قايلها من شوية. طيب الوجبات زي البريكفاست، زي اللانش، زي الدينر، كل ده غير معدود. حلو. طيب وايه يا مستر كمان؟ قال لي المواد الخام غير معدودة، زي ايه؟ الايرون اللي هو الحديد، زي السيلفر اللي هي الفضة، دي مواد خام يا جماعة، زي الوود اللي هو الخشب. مواد خام لا تعد، زي الجولد اللي هو الذهب، مواد خام ولا تعد. حلو. قال لي برضو حاجة اسمها الأنشطة المختلفة. أنشطة مختلفة ازاي يا مستر؟ يعني وزي الريدنج يا جماعة، القراءة يا جماعة، زي السموكنج اللي هو التدخين، ده غير معدود، أنشطة غير معدودة. حلو. قال لي الرياضات غير معدودة. الرياضات ازاي يعني؟ ركز معايا على بريكلك، زي كرة القدم والتنس والفوليبول، الحاجات دي كلها غير معدود. حلو. يعني أنا عندي الفوتبول دهوت غير معدود، ما ينفعش تتجمع، رياضة كرة القدم. وعندي رياضة التنس لا تعد والله العظيم، وعندي الفوليبول غير معدودة. عرفت يا مستر ان الرياضات لا تعد؟ يبقى احنا كده بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في غير المعدود. اول حاجة خدناها في غير المعدود اتكلمنا عن السوائل. حلو. وتاني حاجة خدناها اتكلمنا عن الغازات، اللغات، الاطعمة، الوجبات، المواد الخام، وبعدين اتكلمنا عن الانشطة المختلفة والرياضات. هكلمك هنا عن الاسماء المجردة. ايه الاسماء المجردة؟ زي البيوتي. يعني ايه البيوتي؟ يعني الجمال، اسمه مجرد. زي اللوف اللي هو الحب، اسمه مجرد. قال لي الاسماء المجردة دي لا يتم جمعها. حلو. يبقى معنى الكلام ان الحاجات اللي انا قلتها دي كلها غير معدودة، يعني بتاخد فعل المفرد. طب ينفع يا مستر ان انا اعدها؟ اه ينفع. طب ازاي؟ انت بتقول يا مستر غير معدود، هتعدها ازاي؟ قال لي بضيف لها حاجة اسمها ادوات تجزئة. ازاي؟ ده لبن غير معدود، طب انا عايز اعده كوباية لبن. سليم. دي مية عايز اعدها ازازة مية. ده عيش غير معدود بريد، عايز اعده رغيف عيش. تمام. يبقى انا عشان احول غير المعدود اللي بياخد مفرد على طول لمعدود ممكن يبقى مفرد وممكن يبقى جمع، بضيف له حاجة اسمها اداة تجزئة. يعني لما اقول لك عندي هنا بريد، دي غير معدود وبتاخد فعل المفرد اللي هو زي از. طيب احولها ازاي من غير معدود لمعدود؟ باضافه اداه التجزئه، يعني اجزئها. بقول لك لوف او الوف اوف بريد، يعني معنى الكلام كده رغيف عيش، ياخد فعل المفرد لانه مفرد بس تحول من غير معدود. انا هنا عديته رغيف ورغيفين وثلاثه واربعين وخمسين ايا كان يعني. طيب هل مفرد بس بتتجمع عادي؟ ما انا بقول لك لوفز اوف بريد، معناها ايه؟ معناها رغيفه عيش، ومعنى الكلام ان هنا بتاخد ار عادي جدا. يبقى انا عندي غير المعدود، عشان احول المعدود بضيف له اداه تجزئه، بضيف له اداه تجزئه. هو بضيف له اداه تجزئه ممكن يبقى مفرد وممكن يبقى جمع. سليم. جميل وزي الفل. وركز معايا على بارك لك ويصلح حالك ويكرمك ويرضى عليك. طيب احذر ان في شويه كلمات كده بتيجي غير معدوده وبتيجي معدوده. ازاي؟ زي مثلا كافي اللي هي قهوه، دي غير معدوده. في عندي اكافي، فنجان قهوه. هير، شعر غير معدود. عندي اهير يعني شعره. عندي كولد اللي هو البرد غير معدود، ا كولد يعني نزله برد. سليم. زي الفل. يبقى عندي كمان حاجه اسمها اورنج. مالها اورنج دي يا مستر؟ اقول لك اورنج دي معناها لون برتقالي غير معدود، اما تبقى ان اورنج تبقى برتقاله. عندي سكول يعني التعليم المدرسي وده غير معدود، الحاجات دي كلها تتكتب. التعليم المدرسي وده غير معدود، طب انا عايز احولها لمعدود تبقى اسكول يعني مدرسه. يونيفرستي غير معدوده ومعناها التعليم الجامعي، ا يونيفرستي دي اتحولت كده لجامعه. حلو جدا والكلام كده زي الفل. اتكلمنا عن ايه؟ معلش حابين نفتكر مع بعض.
البارتس اوف سبيتش، وقلنا فيها ناون الاسم، وفيها فيرب الفعل، فيها ادجكتيف اللي هي الصفه، فيها ادفيرب اللي هو الظرف، فيها بروبوزيشن اللي هو حرف الجر، فيها كونجنكشن اللي هو العطف، فيها الانترجكشن اللي هو التعجب. وبعد ما اتكلمنا عن البارتس اوف سبيتش دخلنا على الكاونتبل وانكاونتبل اللي هو معدود وغير معدود. وركز معايا على بارك لك وصحصح وكل ده يتكتب وخليك فايق قوي. ركز معايا على بارك لك واصلح حالك. هنخش على حاجه حلوه قوي وسهله جدا اسمها ايه، حاجه انت بتاخدها اصلا من زمان بس انا هفكرك بيها كويس عشان مهمه معاك السنه دي ان شاء الله. حاجه اسمها البريزنت سامبل. يعني ايه؟ يعني مضارع بسيط. مضارع بسيط يا مستر، ما احنا خدناه فعلا قبل كده، بس ركز معايا على بارك لك. المضارع البسيط مهم جدا ولازم تكون عارفه من دلوقتي، فركز وصحصح واكتب ورا كل حاجه وركز قوي. وبالله عليك تكون دايما فاكر هدفك وحلمك، ربنا يوفقك. صل على النبي. هتكلم هنا يا سيدي عن البريزنت سامبل، يعني المضارع البسيط. يعني ايه المضارع البسيط؟ حلو. المضارع البسيط، تمام. المضارع البسيط ده بيتكون من ايه؟ ما هو اي زمن في الدنيا ليه تكوين. حلو. التكوين ده مبني عليه الجمله، فانت لازم تكون عارف التكوين بتاعه. التكوين بتاعه طبعا اللي هو بيكون الفاعل، وبعدين الفعل في المصدر اللي هو الانفينيتيف، او الفعل المضاف اليه اس او اي اس او اي اي اس. حلو. ده المضارع البسيط. طب يا مستر، يعني هو انا امتى بجيب الانفينيتيف اللي هو المصدر ده بعد الفاعل، وامتى بجيب الفعل حاطط له اس او اي اس او اي اس؟ ركز معايا على بارك لك. لو الفاعل بتاعي مفرد، يعني هي او شي او ات او اسم مفرد، في الحاله دي بحط للفعل اس او اي اس او اي اس. لو الفاعل بتاعي اي وي يو زي اسم جمع، بجيب الفعل في المصدر. حلو. على سبيل المثال بقول لك مثلا هنا منى تي، وبعدين بقول لك هل هي ايت؟ ايت ايه؟ هي هتاكل الشاي يا جماعه. هل هي درينك ولا درينكس؟ طيب زي الفل، ده أول مثال. طب وتاني مثال أقول لك زي، وبعدين بعمل لك كده بيتزا. طيب هل هي تبقى إيت ولا إيتس؟ تمام، تعال نبص يا سيدي. هو ده المضارع البسيط هوت. المستر قال لي إن الفعل بتاعي لو أي وي يو زي اسم جمع، بختار الفعل في المصدر. دي زي يا مستر، يا جماعة الكلام أنا عايز الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافات. طيب منى درينكس تي. لا يا مستر، خليتها درينكس لان منى اسم مفرد، والمستر قال لي مع الاسماء المفرده انا بضيف للفعل اس او اي اس او اي اس، ففي الحاله دي هختار عندي درينكس الفعل المضاف الى اس. سهله وبسيطه وجميله وزي الفل. صل على النبي، الله يبارك لك. هنا بنتكلم عن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طب يا مستر انا عايز انفي الجمله بتاعتي في المضارع البسيط، انفيها ازاي؟ صل على النبي. بص يا سيدي، اقول لك هنا ان انا عندي النفي. النفي، النفي نظامه ايه؟ اقول لك النفي ان انا بجيب الفاعل اهوت، بجيب بعدين بجيب بعده don't او doesn't، وبعدين بجيب بعده الانفينيتيف اللي هو المصدر. كلام جميل. طب يا مستر يعني don't امتى و doesn't امتى؟ اقول لك don't مع اي وي يو زي اسم جمع، خمس حاجات. اي وي يو زي اسم جمع، الخمس حاجات دول يجي معاهم don't. طب و doesn't يا مستر؟ مع هي ومع شي ومع ات ومع الاسم المفرد. مع هي ومع شي ومع ات ومع الاسم المفرد بستخدم doesn't. يبقى فاعل don't او doesn't والمصدر، ده طريقة النفي بتاعت المضارع البسيط بتاعنا الجميل جدا. وفي طريقة تانية اللي هي never بقى. قال لي بتكون الفاعل وبعدين never وبعدين الفيرب بتاعي. اشمعنى خدت انت واد لماح بقى من الاول كده وصاحي بقى؟ انا خدت بالي يا مستر ان هنا في النفي انت قلت لي infinitive يعني مصدر، بس لما جيت تنفي لي بنيفر حطيت لي فيرب ما قلتليش مصدر. يعني انا خدت بالي يا مستر انت نسيت يا مستر تحط لي هنا انفينيتيف. اقول لك يا غالي على قلبي، نيفر دي لها تركه ولها حوار تاني. ان نيفر هنا في حاله ان الفعل بتاعك هنا هي او شي او ات او اسم مفرد، بتحط الفعل ده اس او اي اس او اي اس. الفعل بتاعك هنا اي وي يو زي اسم جمع، بتخلي الفعل في المصدر. يعني هي مش بتكون على طول في المصدر؟ لا، مع دونت ودازنت لازم الفعل اجباري في المصدر، انما مع نيفر الموضوع يختلف، الفعل مش لازم يكون اجباري في المصدر. حلو. فعلى سبيل المثال بقول لك ان شي doesn't، ركز معايا، drink coffee. ده كلامك زي الفل يا مستر، يعني ايه ما بتشربش القهوه؟ حلو. طب لو انا هستخدم نيفر بقى مع الجمله الجميله بتاعتنا دي، هقول لك هنا ان شي نيفر drinks
كافي. شوف الكلام، شوف الجمال. صلى على الله يبارك لك ويصلح حالك يا مستر. هنا درينك مصدر، بس هنا درينكس اقول لك انا قلت لك مع نيفر ما جنفي بيها، لو الفعل بتاعي هي شي ات اسم مفرد في الحاله دي اضيف للفعل اس او اي اس او اي اس، لذلك انا خليتها هنا درينكس مع الفعل شي. ده جميل والله. طب صل على النبي الله يبارك لك. وتعالى نشوف السؤال بتاع البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. السؤال بتاعنا انا عندي نوعين من السؤال. اول نوع اللي هو يس اور نو كويستشن، السؤال القصير حلو. طب وتاني نوع الدبليو اتش كويستشن، السؤال الطويل حلو. السؤال القصير اللي هو اجابته بيس اور نو. طب والدبليو اتش كويستشن بيبدا باداه استفهام حلو زي وات وير هو هاو الكلام ده كله ماشي. طب يا مستر ممكن تديني السؤال ده والسؤال ده في المضارع البسيط؟ اقول لك يا سيدي، اليس اور نو كويستشن بيكون عباره عن ان انت بتبدا دو او بدز وبعدين الفاعل وبعدين الانفينيتيف. طب يا مستر دي اليس اور نو كويستشن. طب الدبليو اتش بقى كويستشن، اقول لك يا حبيب قلبي يا غالي، الدبليو اتش كويستشن ان انت هنا بتجيب الكويستشن وورد اللي هي كلمه الاستفهام وبعدين بتجيب نفس الرصه دي تقوم رصصها هنا. يعني ايه؟ يعني بيكون عندك هنا دو او داز وبعدين الفاعل وبعدين الانفينيتيف. وركز معايا الله يبارك لك. فانا بقول لك هنا على سبيل المثال دو يو ايت ميت، فخلاص انا هنا ده يس اور نو كويستشن بادئ لك بدو. طيب لو انا عايز بقى استخدم الدبليو اتش كويستشن فاقول لك مثلا ايه، وات دو يو eat in the morning، يعني ماذا انت تاكل في الصباح. يا سلام يا جماله. فهنا انا بدات لك بدو، لان انا قلت لك اليس اور نو كويستشن ببدا بدو اور دوز وبعدين الفاعل وبعدين فهنا انا بدات لك بدو لان انا قلت لك ان دو طيب فهنا بدات لك بدو لان انا قلت لك ان اليس اور نو كويستشن انا ببدا بدو او بدوز وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر زي الفل. فبدات لك بدو وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر، مشيت الدنيا زي الفل. طب الدبليو اتش كويستشن بقى قلت لك ببدا بالكويستشن وورد اللي هي كلمه استفهام، دو او داز فاعل ومصدر، فعلا كويستشن وورد وبعدين عندك دو وبعدين فاعل وبعدين المصدر زي الفل. طب تعالى بقى نشوف انا امتى اصلا استخدم البريزنت سيمبل اللي هو مهم جدا عندك، وركز معايا الله يبارك لك. بص يا سيدي، استخدامات المضارع البسيط اهوت، استخدامات المضارع البسيط ركز معايا. اول حاجه عندي حاجه اسمها الحقائق فاكتس. الحقائق فاكتس مالها يعني؟ والله الشمس بتطلع الصبح، هعرف اغيرها يعني؟ ينفع اصحى الصبح كده انا مش هخلي الشمس تطلع النهارده؟ مفيش الكلام ده طبعا. يبقى حاجه حقيقيه ان الشمس بتطلع كل يوم، دي حقيقه ما ينفعش ان انا اغير فيها حاجه. طيب مع الحقائق بستخدم المضارع البسيط. فما اجي اقول لك ذا صن وبعدين كده in the morning، ركز مع الله يبارك لك ويصلح حالك ويكرمك ويرضى عليك، وبعدين اجيب لك اختيارات، هل هنا هتبقى rise ولا هتبقى rises ولا ممكن برضه اقول لك is rising، ما انا عايز الخبطك برضه. فحضرتك هتبص على الجمله تلاقي الجمله بتاعتك الشمس بتشرق في الصباح، ما هي حقيقه يا مستر، وانت قلت لي الحقائق بستخدم فيها مضارع بسيط. مضارع بسيط يعني ايه؟ تكوينه ايه؟ الفاعل والمصدر، او الفاعل والفعل مضاف اليه اس او اي اس او اي اس. حلو، الفاعل بتاعي هنا مفرد فلازم احط الفعل اس، يبقى ذا صن رايزس، ركز معايا الله يبارك لك، يبقى ذا صن رايزس اهوت، يبقى هنا رايزس ان ذا مورنينج، يعني الشمس تشرق في الصباح. سهله وجميله، وعرفنا ان اول استخدام للمضارع البسيط الجمله اللي بتعبر عن حقائق. طب تاني استخدام ركز معايا، بص يا سيدي، تاني استخدام عندي حاجه اسمها العادات. يعني ايه يا مستر العادات دي؟ العادات حاجه بتتكرر، عاده عندي، حاجه متعود عليها. انا كل يوم خميس بروح النادي، كل يوم جمعه بروح ازور جدي، كل يوم اثنين بروح احلق شعري، كل يوم سبت بروح ازور اصدقائي، فدي عادات عندي. كل يوم الصبح باكل فطار، كل يوم الصبح بشرب قهوه، كل يوم بالليل بتفرج على التلفزيون، كل يوم بستخدم الانترنت، فانا عندي عادات. طالما عادات بتتكرر انا بستخدم في الجمل التي تعبر عن عادات مضارع بسيط. حلو، يبقى تاني حاجه عندي هي العادات، بستخدم مع العادات المضارع البسيط. طب اقول لك ازاي يعني؟ صلى على النبي الله يبارك لك. بقول لك على سبيل المثال يا عم انا بشرب قهوه، تمام؟ اي درينك كوفي.
ممكن ازود لك هنا واقول لك in the morning يعني في الصباح. انما لو بقت هي فهتبقى هي درينكس. ركز معايا على بارك لك لان ده مضارع بسيط متفقين معايا وشو ات اسم مفرد بحط الفعل اس. طيب انا خدت عندي كده حقائق يا مستر بستخدم معاها مضارع بسيط وعادات يا مستر برضو بستخدم معاها مضارع بسيط. طيب انا بروح النادي يوم الخميس او يوم الجمعه فبقول لك هنا معلم اي جو تو ذا كلاب يعني انا اذهب الى النادي اون فرايديز يعني في ايام الجمعه. سهله جدا. انا مع عادات ومع حقائق بستخدم مضارع بسيط. طيب هل انتهينا كده؟ ما انتهيناش. قال لي بستخدم المضارع البسيط مع اشياء مستمره لمده طويله. يعني ايه؟ يعني انا بعيش على طول في مصر فدي حاجه مستمره لمده طويله، يبقى في الحاجه المستمره لمده طويله انا بستخدم المضارع البسيط. يبقى ركز معايا الله يبارك لك، ركز معايا اهوت. ثالث حاجه عندي اشياء مستمره لمده طويله، انا بعيش على طول في مصر فدي حاجه مستمره لمده طويله. مش انا بقى رايح قاعد مثلا في مكان معين سنه سنتين عشان كليه او عشان ايا كان، فدي اسمها اشياء مؤقته، والاشياء المؤقته بستخدم معاها مضارع مستمر. انما اشياء مستمره لمده طويله فدي بستخدم معاها مضارع بسيط. انا بحب الانجليش يا جماعه، فدي حاجه مستمره مش يومين وخلصنا، فانا بحب الانجليش طول حياتي فدي حاجه مستمره لمده طويله يبقى استخدم فيها مضارع بسيط. طيب فبقول لك اي ليف ان ايجيبت، فانا هنا بعيش في مصر فدي حاجه مستمره لمده طويله بستخدم مضارع بسيط. I like English. أنا هنا يا معلم أنا بحب أصلا اللغة الإيه؟ الإنجليزية، فدي حاجة مستمرة لمدة طويلة فبستخدم مضارع بسيط. طيب ركز معايا. عندي برضو حتة حلوة قوي. إمتى يا جماعة كمان بستخدم المضارع البسيط؟ وركز معايا الله يبارك لك ويصلح حالك ويكرمك ويفرح قلبك إن شاء الله. بستخدم المضارع البسيط مع حالة إف الصفرية اللي هي بتتكون من إف وبعدين مضارع بسيط والجملة التانية برضو بتكون مضارع بسيط. فأنا عندي تالت حاجة بستخدم المضارع البسيط مع ركز معايا حالة إف الصفرية اللي هي بتتكون من إيه؟ بتتكون عندي من إف وبعدها الجملة اللي بعدها على طول بتكون البريزنت سامبل والجمله الثانيه برضو البريزنت سامبل اللي هي مضارع بسيط ومضارع بسيط. حلو جميل. فيقول لك مثلا ايه؟ ركز معايا الله يبارك لك ويصلح حالك اهوت. if you heat water يعني لو انت سخنت الميه ايه اللي هيحصل لها؟ وبعدين ايه تقوم عامل لي كده؟ ركز معايا الله يبارك لك. هل هتبقى بويل ولا بويلز ولا هتبقى بويلد؟ صلى على النبي الله يبارك لك. وقف لي كده الفيديو ده او المحاضره دي وفكر هتختار ايه وعرفني في الكومنتس تحت انت اخترتها صح ولا غلط. صلى على النبي الله يبارك لك. احنا اتكلمنا هو اما بتسخن الميه الميه بتغلي حقيقه ولا ينفع تجيب شويه ميه تحطهم على النار وما يغلوش؟ هيغلوا والله العظيم. يبقى دي حاجه اسمها حقيقه. انا اصلا الحالات الصفريه دي الحاله الصفريه بتاعت اف بستخدمها مع الحقائق فدي حقيقه فبستخدم الحاله الصفريه. حلو. طب الحاله الصفريه المستر قال لي ان اف بيكون بعدها جملة مضارع بسيط ولحد الكوما هنا يا مستر دي جملة مضارع بسيط وقال لي برضو الجملة التانية مضارع بسيط يعني قصدي كلامك ان هنا برضو يا مستر مضارع بسيط. طب برضو هختار ايه؟ المستر تفتكر بقى على طول المستر قال لك ايه؟ مع هي وشي وات واسم مفرد بستخدم الفعل المضاف اليه الاس او الاي اس او الاي اي اس. ركز معايا الله يبارك لك. يبقى هنا ات في الحالة دي هختار الفعل المضاف اليه ايه؟ مضاف اليه اس. سهلة وبسيطة وجميلة وانت زي الفل ان شاء الله. وركز معايا الله يصلح حالك ويكرمك ويفرح قلبك. عندي بعد كده رابع حاجة. ايه رابع حاجة؟ رابع حاجة بستخدم فيها المضارع البسيط وهي حالة اف الأولى. يا مستر ما أنت قلت لي حالة اف بس دي الصفرية، بستخدم برضو المضارع البسيط في حالة اف الأولى. ركز معايا. طب حالة اف الأولى بتتكون من ايه؟ بتتكون عندي هي إيه؟ عندي اف اهيت بعدها جملة مضارع بسيط والجملة التانية بتكون فاعل ويل أو كان أو مي وبعدين مصدر. حلو. ركز معايا الله يبارك لك. يبقى بستخدم المضارع البسيط نستخدم المضارع البسيط مع حالة F الأولى اللي بتتكون من F وبيجي بعدها present simple اهوت المضارع البسيط والجملة التانية بتكون الفاعل وبعدين may أو can أو will وبعدين الانفينيتيف. حلو. دي التكوين بتاعة حالة F الأولى. حلو. بستخدم فيها مضارع بسيط هو present simple فيجيب لي جملة. تمام. يقول لي مثلا if you
early. بعدين يقول لي you will meet your uncle. حلو وجميل وسهل جدا ان شاء الله. طيب فيقول لي مثلا ايه if you wake up ولا wakes up ولا waken up ولا walk up. حضرتك بكل بساطة وبكل سهولة بتروح تبص على الجملة التانية فاعل will والمصدر. يبقى انا كده في الحالة الاولى اللي المستر لسه قايل عليها. يبقى انا عايز اف وبعدها مضارع بسيط. والمضارع البسيط ايه؟ المضارع البسيط عندي اللي هو الفاعل والمصدر او الفاعل والفعل مضاف اليه اس او اي اس او اي اس. طيب يو بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها المصدر. يبقى انا عايز هنا wake up اللي هي عند اول حاجة وبكده اخترت الاختيار الصحيح. يبقى انا كده عرفت تكوينات المضارع البسيط البريزنت سامبل وبعدين عرفت النفي بتاعه والسؤال بتاعه بالنوعين اللي هو يس اور نو كويستشن والدبليو اتش كويستشن وعرفت استخداماته امتى بستخدمه. برضه بستخدم المضارع البسيط مع حاجه حلوه قوي هي اي رابط. ركز معايا. بص يا سيدي شوف الرابط دي عندي افتر عندي بيفور عندي as soon as عندي باي the time. مالها الروابط دي يا مستر؟ اقول لك حاجه حلوه قوي. قال الروابط دي بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام والجمله الثانيه بتكون فيوتشر يعني مستقبل. يعني يا مستر الروابط دي لو جالي بعدها مضارع بسيط الجملة التانية بتكون مستقبل. يعني ده استخدام من استخدامات المضارع البسيط. ما هو اي رابط من دول لقيت جايب لي هنا نقط والجملة التانية فيوتشر يعني مستقبل في الحالة دي بستخدم مضارع بسيط او مضارع تام. كل ده هناخده بالتفصيل قدام. فيجيب لي جملة مثلا ويقول لي ايه اهوت after she مثلا على سبيل المثال her friend she will take a taxi. وبعدين يقول لي هنا meet او meets او met او will meet. حلو جميل جدا يا مستر. طب صل على النبي الله يبارك لك. انا بصيت كده افتر رابط وبعدين بصيت الجملة التانية بعد الكومة عندها هي تلاقيت she will. المستر قال لما يكون عنده رابط والجملة التانية فيوتشر فانا بيكون الجمله دي مضارع بسيط او مضارع تام. ما عنديش هنا مضارع تام ولكن عندي مضارع بسيط اللي هو مع شي هجيب الفعل مضاف اليه اس. يبقى عندي هختار هنا ميتس. سهله وبسيطه وجميله جدا وحلوه جدا وكل ده هنقوله بالتفصيل قدام وهتكون مزاجك حلو وهتكون مبسوط وهتكون فرحان وهتكون مستواك حلو قوي قوي وهتكون راضي عن نفسك ان شاء الله. انت بس ساعدني صل على النبي الله يبارك لك. طيب انا كده اتكلمت عن المضارع البسيط. شويه علامات للمضارع البسيط. ايه هي علامات المضارع البسيط؟ اهو علاماته يعني كلمات او الكلمات الداله يعني كلمات بشوفها في الجمله اعرف ده مضارع بسيط. طيب ايه الكلمات دي؟ قال عندي always عندي usually دي يعني دائما ودي يعني عاده وعندي often يعني غالبا وعندي never. never يعني ايه؟ يعني ابدا. طيب وعندي sometimes يعني احيانا وعندي occasionally يعني بين الحين والاخر. مالهم الحاجات اللي انت كتبتها لي دي يا مستر؟ ده علامات للمضارع البسيط. يعني لما الاقي حاجه من دول بعرف ان انا في زمن المضارع البسيط. حلو. طيب يا مستر انا كده عرفت المضارع البسيط. طيب ايه بعد كده عايز نعرفه في الحصه التاسيسيه او في المحاضره التاسيسيه دي؟ اقول لك لازم برضو تعرف المضارع المستمر. حلو جميل. المضارع المستمر ده بيتكون من ايه؟ او يعني ايه اصلا مضارع مستمر؟ صل على النبي. بص يا سيدي المضارع المستمر اللي هو present continuous اهوت ده اسمه المضارع الايه؟ المستمر. طيب بيتكون من ايه؟ ركز معايا الله يبارك لك. طالما مستمر خد من مستر احمد حبيبك يبقى لازم الفعل مضاف اليه اي ان جي طالما اي حاجه مستمره كده. طيب مضارع مستمر بيتكون من الفاعل وبعدين ام او از او ار وبعدين الفعل مضاف اليه اي ان جي. طيب قبل بس ما نخش هنا احنا كده اتكلمنا عن ايه في المحاضره دي لحد دلوقتي؟ خدنا البارتس اوف سبيتش اجزاء الكلام وبعدين دخلنا على البريزنت سامبل اللي هو المضارع البسيط ودلوقتي هنخش على البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر وبرده خدنا الكاونتبل وانكاونتبل اللي هو المعدود
وغير المعدود فركز مع لبريك لك. يبقى احنا خدنا اجزاء الكلام البارتس اوف سبيتش، وخدنا الكاونتبل والانكاونتبل اللي هو المعدود وغير المعدود، وخدنا البريزنت سامبل اللي هو المضارع البسيط. هنخش دلوقتي على المضارع المستمر، حاجات في قمه الاهميه مهمه جدا جدا، فركز مع لبريك لك واستحالك ويكرمك ويرضى عليك ان شاء الله. المضارع المستمر فاعل ام از ار والفعل مضاف اليه اي ان جي. حلو. طيب اديني مثال كده يا مستر. فبقول لك مثلا I am reading a book، يعني انا بقرا كتاب. طيب فبتتكون من الفاعل اهوت، وبعدين جبت لك ام، وبعدين جبت لك الفعل مضاف الى اي ان جي، مفيش مشكله. طب يا مستر النفي انفي ازاي؟ اقول لك يا حبيب قلب الله يبارك لك، ركز معايا. هقول لك النفي هنا بكل بساطه بيكون الفاعل بتاعنا العادي اهوت، وبعدين كل اللي انا هعمله هحط هنا نوت، بس ده النفي بتاعنا انا احط هنا نوت، فهتبقى ام نوت او ازنت او ارنت، وبعدين الفعل مضاف اليه اي ان جي. بكل بساطه هنفيل الجمله دي كده وانا واقف، صلى على النبي الله يبارك لك. هي اي ام ريدنج ا بوك، تبقى اي ام نوت ريدنج ا بوك. فاقول لك هنا اي ام نوت ريدنج أبوك. حلو. كل اللي انا عملته عشان انفي الجمله ان انا جيت بعد ام وحطيت بعدها نوت، بس مفيش كلام. طيب تعال نبص بعد كده على السؤال بتاع المضارع المستمر. ازاي بعمل سؤال؟ قال السؤال، انا طبعا عارف ان في سؤال يس اور نو كويستشن اللي هو سؤال اجابته بيس اور نو، وعندي دبليو اتش كويستشن اللي هو سؤال بيبدا باداه استفهام. حلو. فانا بنتكلم دلوقتي عن اليس اور نو كويستشن. نظامه ايه؟ ايه الدنيا في السؤال ده؟ اقول لك يا حبيب قلبي مع المضارع المستمر بيكون ان انا ببدا بام او باز او بار، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل المضاف اليه اي ان جي. حلو. فانا عايز اقول لك، هو انت بتقرا؟ هل انت بتقرا؟ فانت تجاوب عليا بقى بيس اور نو، فتقول لي ايه؟ ار يو ريدنج. فانا بقول لك هنا معلم هل انت تقرا؟ زي الفل. عملنا سؤال يس اور نو كويستشن، عملناه هوت ان انا بدات لك بار، وبعدين جبت لك الفاعل، وبعدين جبت لك الفيرب اي ان جي. عايز اجاوب فبقول لك يس اي ام او نو اي ام نوت. زي الفل، سهله وبسيطه وجميله جدا وحلوه جدا. ربنا يصلح حالك ويكرمك، صلى على النبي. طيب ده يس اور نو كويستشن يا مستر. علمني ازاي اعمل هنا الدبليو اتش كويستشن، صلى على النبي الله يبارك لك. الدبليو اتش كويستشن مع المضارع المستمر ان انت بتجيب الكويستشن وورد اللي هي كلمه الاستفهام، وبعدها ام اور از اور ار، وبعدين الفاعل، وبعدين الفيرب اي ان جي. انا بقول للواحد هو انت بتعمل ايه دلوقتي، ماذا تفعل؟ فبقول له ايه؟ بقول له وات ار يو دوينج. بقول له وات ار يو دوينج. فتيجي تبص كده تلاقي فعلا الكويستشن وورد اللي هي كلمه الاستفهام، وبعدها ار اهوت، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل اي ان جي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ركز معايا على بارك لك ويصلح حالك ويكرمك ويرضى عليك ان شاء الله. طيب ده مضارع مستمر، دي تكويناته. طب انا امتى بستخدم المضارع المستمر؟ ركز معايا. بص يا سيدي، كل ده طبعا بيتكتب، هبص عليه على الجروب ان شاء الله، سيب لكم اللينك تحت تنزلوا كل التلخيصات بتاعتكم والشغل بتاعكم الجميل. بجد عايز اتفرج على الابداع، ربنا يكرمكم. ركز معايا جدا جدا، الحاجات دي مهمه. طيب ايه الاستخدام بتاع المضارع المستمر؟ اول حاجه عندي شيء او حدث يحدث الان، حاجه بتحصل دلوقتي يا جماعه. طيب يعني حاجه بتحصل دلوقتي ازاي؟ انا قاعد دلوقتي بتفرج على التلفزيون، بتفرج على فيلم بحبه، على مسرحيه بحبها، على مسلسل بحبه. مع ان احنا والله يا جماعه ما اتفرجش على حاجه من زمان، يعني بصوا مفرومين في الشغل والله. مش انتوا بس اللي متبهدلين؟ والله احنا متبهدلين اكتر منكم. طب صلى على النبي. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا قاعد بتفرج على التلفزيون، فبقول لك اي ام watching a film now. فانا بتفرج على فيلم الان. حلو جدا، مفيش مشكله. استخدمت مضارع مستمر فاعل وام وفيرب اي ان جي، حاجه بتحصل دلوقتي. حلو. طب بستخدم المضارع المستمر في ايه كمان؟ صلى على النبي. قال لي بستخدم المضارع المستمر في اشياء مؤقته. يعني ايه اشياء مؤقته؟ انا قلت لك من شويه اشياء مستمره لمده طويله، فانا بستخدم مضارع بسيط. طب واشياء مؤقته بستخدم مضارع مستمر؟ والله انا قاعد في القاهره سنتين عشان الجامعه، 4 سنين عشان الجامعه. ففي الحاله دي بستخدم مضارع مستمر لان ده حدث مؤقت. ففي الحاله دي اما تيجي تقول ما تقولش I live in Cairo، بتقول I am living in Cairo. يبقى هنا I am living in Cairo for
ماي يونيفرستي. يبقى في الحاله دي يا حبيب قلبي، يا غالي جدا على قلبي، انا بقول لك ان انا بعيش في القاهره اه بس بصوره مؤقته. ليه؟ عشان الجامعه. حلو سهل وبسيط جدا، صلى على النبي الله يبارك لك. يبقى اتكلمنا عن شيء بيحدث الان واشياء مؤقته، ركز معي. طيب قال لي اشياء تحدث في هذه الفتره وليس بالتحديد وقت الكلام. يعني ايه يا مستر؟ قال لي بص يا سيدي، اما يكون حاجه بتحصل الفتره دي مش لازم بقى الوقت بالظبط، بس بتحصل الفتره دي. فانا بقول لك مثلا ايه، بقول لك انا بمتحن يا معلم اليومين دول، هل انا قاعد بمتحن دلوقتي؟ لا والله مش دلوقتي، بس اليومين دول these days. فانا في الحاله دي بقول لك ان انا بمتحن اليومين دول. حلو، في حاجات مستمره الفتره دي. والله انا اليومين دول بقرا كتاب جيد جدا. فهل انا قاعد بقرا دلوقتي؟ لا مش بقرا دلوقتي، انا واقف قدامك بشرح اهوت، بس انا بقرا كتاب الفتره دي. فانا هنا بعرفك يا غالي على قلبي ان طالما حاجه بتحصل الفتره دي بس مش لازم دلوقتي، بستخدم برضو مضارع مستمر مع حاجه مثلا زي these days، اليومين دول. تمام، فبقول لك هنا I am reading a good book these days. فانا يا معلم بقرا كتاب جيد اليومين دول. كلام جميل، كلام حلو، كلام سهل وبسيط ان شاء الله. صلى على النبي الله يكرمك ويصلح حالك ويرضى عليك. حاجه بتحصل دلوقتي، حاجه مؤقته، حاجات بتحصل الفتره دي بس مش ضروري دلوقتي. طيب لسه شويه حاجات مهمه قوي. ورابع حاجه عندي، يستخدم المضارع المستمر مع ايه؟ قال لي مع always، مع حاجه تانيه اسمها constantly، للتعبير عن الضجر او الانزعاج. ازاي ده يا مستر؟ ايه الموضوع الكبير ده بقى؟ تعبير عن الضجر او الانزعاج. طيب والله انتوا جنبكم جار رخم عمال يسمع موسيقى بصوت عالي ومشغل التلفزيون على اعلى صوت، فانت بتقول ان هو دايما بيسمع الموسيقى بصوت عالي، فانت متضايق. مش انت بتقول ان هو بيسمع موسيقى بصوت عالي دلوقتي، ده انت خلاص متضايق بقى كل يوم، كل يوم شغلها موسيقى بصوت عالي، فانا يا عم مش عارف انام، يا عم مش عارف ايه. فده بتعبر عن الضجر او الانزعاج بحاجه بتحصل بصوره مستمره لدرجه ان هي مضايقاك. طيب فبتستخدم هنا اولويز، او طب ازاي يا مستر ما تعرفني، اديني جمله كده. فبقول لك مثلا هي از اولويز، يعني هو دائما. شوف انا هنا هستخدم ايه، listening to music loudly. فانا بقول لك هنا حبيب قلبي يا غالي ان هو دايما بيستمع للموسيقى بصوت عالي. طالما استخدمت لك always مع المضارع المستمر اللي هو فاعل وام او اذا اور، طبعا هنا استخدمت لك اذا وبعدين الفيرب ing، طالما استخدمت always دي مع المضارع المستمر يبقى الموضوع كده فيه ضجر، فيه انزعاج، انا متضايق، انا زهقان من الموضوع كده، في بدايه من الاخر يعني. طيب يبقى ده المضارع المستمر للتعبير عن الضجر او الانزعاج. طيب لسه حاجه سهله خالص، وهي ايه؟ خامس حاجه عندي ان انا يستخدم ركز معايا بالله عليك، المضارع المستمر للتعبير عن الترتيبات المسبقه. يعني ايه برضو؟ يعني ايه برضو؟ الناس اللي معايا من تانيه ركز معايا الله يبارك لك، يعني ايه ترتيبات مسبقه؟ يعني لما تلاقي عندك كلمه مثلا arranged، فاكر arrangements prepared، لما تلاقي عندك التلات كلمات دول فانت بتكون عارف ان انت بتستخدم المضارع المستمر للتعبير عن ترتيبات في المستقبل، حاجه مترتب لها اصلا في المستقبل. والله انا حفله زفافي الاسبوع الجاي، تمام؟ هل هو حفله الزفاف دي بتحصل كده على الطب الغافل، ولا هي بيترتب لها اصلا ترتيبات من قبلها؟ والله ده بيترتب لها، ده حوار يا معلم، ده انا معازيم وخايله وبتروح تحجز القاعه اصلا وحوارات كتير كده، فدي ترتيبات، فترتيبات مسبقه انا بستخدم المضارع المستمر. حلو. طيب يعني هنا لو انا هتكلم عن ان حفل الزفاف مثلا الاسبوع الجاي، فانا هقول لك I am getting married next week. يعني معلم انا هتجوز الاسبوع الجاي، استخدمت لك ايه عشان اقول لك الكلام ده؟ حاجه هتحصل في المستقبل بس حاجه مترتب لها، استخدمت لك مضارع مستمر الفاعل ثم قام ثم الفيرب مضاف الى ing. سهله وبسيطه. يبقى كده احنا اتكلمنا عن تكوينات
اولا الاثبات بتاع المضارع المستمر، ثانيا النفي، ثانيا ثالثا السؤال. بعد كده اتكلمنا عن استخدامات المضارع المستمر سهله جدا بسيطه جدا. طب يا مستر معلش انت في المضارع البسيط، شوف كده بنرجع للاول، معلش نعمل صفحات زياده. يا مستر انت قلت لي في المضارع البسيط قلت لي في حاجه اسمها كلمات داله او علامات، ومعلش يعني انا عايزك برضو تقولي الكلمات الداله مع المضارع المستمر اللي هي يعني كلمات داله اللي هو كلمات كده ساعه ما اشوفها اعرف ان انا على طول هختار مضارع مستمر. اول ثلاث كلمات بالنسبه للمضارع المستمر كلمات داله، فانت عندك الثلاث كلمات اللي كتبناهم دول arranged arrangements prepared. اما تلاقي اي كلمه من دول في اي جمله فانت بتساوي مضارع مستمر. حلو. طيب برضو هنا هتكتب عندك كلمه now look listen at the moment at the present today tonight these days. كل دي غالي جدا على قلبي علامات او كلمات دالة لاستخدام زمن المضارع المستمر. حلو جدا. وبص الحاجة ماشية معاك زي الفل، والحاجة مفرومة معاك، وشوية تأسيسات جامدة جدا جدا هتفيدك جدا جدا، هتسهل عليك حاجات كتير قوي. فبالله عليك تركز معايا، صل على النبي الله يكرمك ويرضى عليك. لسنا حاجة مهمة قوي، ايه هي؟ تعالى يا سيدي نشوف الحاجة اللي لسنا. لسنا حاجة اسمها الارتكلز. ايه الموضوع ده يا مستر؟ ده قصة كبيرة بقى. الارتكلز اللي هي الأدوات. عندي ادوات نكره وادوات معرفه. ادوات النكره اللي هي الاي اور ام، ادوات المعرفه اللي هي الذات. هم مهمين يا مستر؟ اه والله مهمين. الله يبارك لك ويصلح لك، ركز معايا. انت اصلا في ثانيه ثانوي، في امتحان ثانيه ثانوي اخر السنه جالك جمله من الارتكلز ده بالنسبه لثانيه، تمام؟ ثالثه بقى الدفعه اللي فاتت دي جالها برده جمله من الارتكلز، فالارتكلز مهمه وبيجي منها جمله في الامتحان. فركز قوي واصحى معايا قوي وخليك فايق ان شاء الله. خلاص هاني تمعلم، صلى على النبي الله يبارك لك. ايه بقى ايه قران وايه ذا؟ دي ادوات نكره ودي ادوات معرفه. طيب تعال اولا نعرف امتى نستخدم ايه قران وبستخدمها امتى. تعالى كده واحده واحده، صلى على النبي. ايه قران بستخدم ايه امتى وان امتى؟ ايه بستخدمها مع الكلمات، ركز مع الله يبارك لك، مع الكلمات التي تبدا بصوت ساكن، وان بستخدمها مع الكلمات التي تبدا بصوت متحرك. ده الكلام جميل جدا، انا قلت صوت ما قلتش حرف. حلو. طب يا مستر هي ايه الاصوات المتحركه؟ الاصوات المتحركه اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. الاي والاي والاي والاو واليو دي الاصوات المتحركه. حلو. فانا بقول لك هنا مثلا ادور، دور صوت ساكن لان اي صوت غير دول ساكن والدي ساكن. ابان، فطبعا عندي بان بتبدا بحرف ساكن او بصوت ساكن فاستخدمت عندي ايه. انما ان بقى فبقول لك ايه، ان اورنج، بقول لك ان ابل. حلو يا مستر. يعني الكلمات اللي بتبدا، انت هنا بتقول لي صوت مش حرف، مش عارف ليه، هقول لك دلوقتي ليه والله، استنى عليا. الكلمات اللي بتبدا بصوت ساكن بستخدم معاها ايه، الكلمات اللي بتبدا بصوت متحرك بستخدم معاها ان. ده كلامك جميل، كلامك فل. طيب وبعدين يا مستر؟ هقول لك هنا لاحظ شويه حاجات. ان انا عندي حاجات بتبدا ب اي يو و اي دبليو، زي مثلا يوروبيان. مالها يا مستر؟ country. يجي لي مثلا يقول لي هنا هتختار ايه ولا ان؟ كلام كده جميل قوي. مستر انت قلت لي دي الاصوات المتحركه صح؟ اه. وانا عندي الايه يا مستر؟ انا والله مفتح يعني، انا عندي الايه يا مستر؟ انت بتقول لي اصوات متحركه ودي الاصوات المتحركه والكلمه دي بدا بايه، فانا هروح اختار ان. اقول لك غلط يا حبيب قلبي، لان التريك اللي هنا ان بيقول لك الكلمات اللي بتبدا باي يو او باي دبليو بتاخد ايه ما تاخدش ان. تاني، الكلمات التي تبدا ب اي يو او اي دبليو تاخد ايه ما تاخدش ان. حلو. بس كده يا مستر في تريكات تانيه؟ انا بخاف من التريكات دي. لا ده تريكس، ده بص ده انا ههريك طول السنه تريكس ان شاء الله. طيب عندنا برضه حاجات تانيه. عندنا ان نلاحظ ان هناك كلمات بتبدا بيو يو يو، ولكن اليو دي بتتنطق واي، زي مثلا ايه؟ يونيفرستي،
يانت، يانيفر. مستر ما هي اليوم انت ايه اللي صوت متحرك وده اصوات متحركه؟ ايوه يا مستر، فانا هستخدم ان. الله انت كده ايه يا عم هتودينا في ده؟ صل على النبي. هي قبل ابيو، بس اليو هنا بتتنطق واي، لذلك انا قلت لك كلمات بتبدا بصوت متحرك، ما قلتش حرف، ما هي بادئه بحرف متحرك، بس الصوت بتاعها هنا مش متحرك لان الواي والواي مش تبع دول، تمام؟ نطقها واي. فلذلك انا قلت لك كلمات بتبدا بصوت متحرك مش بحرف متحرك. ده بادئه بحرف متحرك اه، بس الحرف المتحرك ده هو نطقه ساكن، نطقه واي والواي حرف ساكن. ففي الحاله دي بستخدم ايه؟ حلو، كلام جميل يا مستر، خدوا بالكم الحتت دي مهمة. ماشي. قال لي برضو خد بالك، عندي honest وعندي hour. ركز مع الله يبارك لك ويصلح حالك ويكرمك. هل هنا هستخدم ايه ولا ان؟ ركز معايا يا مستر، ده بتبدأ بالاتش والاتش عندي حرف ساكن، فاكيد بتبقى اكيد هنستخدم هنا ايه يا مستر؟ الله يبارك لك ويصلح حالك، ركز معايا. انا قلت لك بصوت متحرك او بصوت ساكن، ما قلتلكش بحرف متحرك او بحرف ساكن. ماشي. طيب هي ما هو اتش يا مستر اهوت، بس تعالوا ننطقها مع بعض. هتلاقيك بتقول اونست، طب الاو دي ايه؟ ما هو الاو يا مستر ده حرف متحرك او صوت متحرك يعني، بس ازاي يا مستر ده بدأ بحرف ساكن؟ اقول لك يا حبيب قلبي، هناك كلمات تبدا بحرف ساكن لا ينطق، ما بنطقوش، ولكن بنطق الحرف المتحرك اللي بعده، فلاني ببدا بنطق المتحرك فانا بستخدم ان. يبقى انا بستخدم ان مع كلمات تبدا بحرف ساكن لا ينطق ولكن بنطق الحرف المتحرك اللي بعده فبستخدم ان. يبقى هنا بتبقى ان اونست وان اور. جميله وتحفه وسهله وزي الفل. صل على النبي، الله يبارك لك ويكرمك ويصلح حالك. طيب كده احنا اتكلمنا عن امتى استخدم ايه وامتى استخدم ان. طب انا امتى استخدمهم الاثنين اصلا؟ قال لي بستخدمهم مع اول حاجه شيء بيتم ذكره لاول مره. يا سلام، ده كلام جميل كده. يعني ايه شيء بيتم ذكره اول مره؟ انا لسه مقابلك دلوقتي بقول لك ده انا اشتريت عربيه جميله، فلسه بقول لك دلوقتي اول مره بقول لك والله، فطالما بقول لك ليه اول مره فبستخدم ايه؟ قران. فبقول لك هنا اي بوت، انا اشتريته ا كار، استخدمت الايه لان طبعا لسه بقول لك لاول مره. حلو. طيب امتى كمان بستخدم ايه؟ قران. قال لي بستخدم ايه؟ قران مع الامراض الشائعه. بستخدم ايه الان مع تعبيرات الزمن والمسافه والكميه. حلو. بستخدم ايه قران مع الاسماء المفرده، تمام، المسبوقه بصفه او جنسيه. طيب ازاي يا مستر؟ ايه الحوارات دي؟ ده حواراتك انت كده كترت عليها الحوارات قوي. طب وبرده في حاجه كمان خمسه، مع فرد في فريق. ايه الكلام ده يا مستر؟ انا بدات موضوع، بص يا سيدي، مع الامراض الشائعه والله الموضوع بسيط جدا. فبقول لك مثلا ايه؟ ا كانسر، ا كولد، كانسر او برد، كولد. فمع الامراض الشائعه بستخدم معها ايه؟ مع تعبيرات الزمن والمسافه والكميه. ايه الحوار ده بقى؟ ما انا حضرتك بقول ان اور، فانا بقول لك مثلا ايه؟ زوي الطريق توك اخد ان اور، يعني الطريق هنا اخد ايه؟ اخد ساعه. طيب ما انا بقول لك اكيلو، ما هو ده برضو معانا برضو. زي الفل يا مستر، الموضوع سهل وبسيط يعني. خلاص عرفنا ان انا بستخدم ايه قران مع شيء بقوله لاول مره. حلو. مع الامراض الشائعه المعروفه. حلو. مع تعبيرات الزمن والمسافه والكميه. جميل يا مستر. مع الاسماء المفرده المسبوقه بصفه او جنسيه، ازاي يعني؟ معلش تعالى نشوف كده. intelligent student. طيب هستخدم ايه؟ تعالى بص كده، بس خد بالك ان انا قلت لك الاسماء المفرده مش الجمع، ده لو جمع ما تستخدمش ايه قران. فهنا فعلا يا مستر اسم مفرد مسبوق بصفه، يبقى هنا هستخدم ايه قران، لانها طبعا بتبدا بصوت متحرك فبستخدم ان. طب تعالى برضو حته تانية، Egyptian boy. اه يا مستر ده اسم ساكن اهوت مسبوق بجنسيه، فهنا في الحاله دي بستخدم، طالما الاسم ساكن مسبوق بجنسيه بستخدم ايه قران، يبقى هنا هتبقى ان ايجيبشن بوي. مع فرد من فريق، فانا بقول لك هي از ا بلاير، يعني هو لاعب ان ماي تيم، يعني في فريقي.
ده كلام سهل وبسيط. ما هو فرد من فريق فاستخدمت قبله الايه؟ سهلة وجميلة جدا. طب صلى على النبي الله يبارك لك ويصلح حالك ويرضى عليك. الصفحات خلصت، تعالى بقى نزود ايه؟ نزود صفحات. تعالى بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا وهي زي. زي دي معرفة، فركز مع الله يبارك لك. امتى انا بستخدم زي يا مستر؟ ده حاجات سهلة جدا وبسيطة وهتحبها دلوقتي. بص يا سيدي، اول حاجة بستخدم فيها زي شيء بيتم ذكره لاول مرة. انا والله من شوية لو تفتكر قلت لك انا اشتريت عربية جميلة، بس التاني مرة بقى بقول لك ان العربية غالية، خلاص بقول امتى، خلاص عرفت الموضوع بقى معرفة بالنسبة لك. الاول كان نكرة، كان اول مرة بقول لك ان انا اشتريت عربية جميلة، دلوقتي بقى بقول لك العربية غالية، انت اصلا عارف انهي عربية، فانت عارفها دلوقتي معرفة بالنسبة لك، فبستخدم ذا. يبقى هنا شيء بيتم ذكره لتاني مرة. فبقول لك هنا ايه؟ بقول لك على سبيل المثال ذا كار، ما انا خلاص من شويه قلت لك ان اي بوت ا كار او ا نايس كار، انا اشتريت عربيه لطيفه، تمام؟ فبقول لك هنا ذا كار، السياره از اكسبنسيف، يعني السياره دي غاليه. حلو، ماشي، مع شيء يتم ذكره لاول مره. طب تاني حاجه، قال لي مع الاشياء الفريده في الكون. يعني ايه يا مستر الاشياء الفريده في الكون دي؟ يعني حاجات موجود منها حاجه واحده بس في الدنيا، الشمس، هي شمس واحده والله، القمر هو والله قمر واحد، الكون هو كون واحد، ما مش 20 30 يعني. طيب فبقول لك هنا ان ذا صن هوت ذا مون، تمام، ذا يونيفرس، ذا كانتري سايد، كل دي حاجات موجود منها حاجه واحده بس. بالله عليك ركز معايا، الله يصلح حالك ويكرمك ويرضى عليك، فانا بستخدم معاهم ذا. طب يا مستر ذا كمان بستخدمها مع ايه؟ اقول لك يا حبيب قلبي مع التفضيل. التفضيل بستخدم معاه ذا، يعني اقول لك مثلا ايه؟ هي از ذا تولست، هو الاطول. حلو، وايه كمان يا مستر؟ اقول لك يا حبيب قلبي مع صيغه كلما كلما، لو تفتكر خدتها في ثانيه ثانوي، صيغه كلما كلما بتكون عندي ذا وبعدين صفة مقارنة، وبعدين الجملة التانية بتكون برضو ذا وصفة مقارنة. فايه المثال اللي عندنا بنقوله في الموضوع ده؟ بقول لك ذا، ركز معايا، older you get، يعني كلما انت كبرت، the wiser you become، يعني كلما انت اصبحت اكثر حكمة. سهلة جدا وبسيطة جدا. يبقى ذا اما يكون بعدها صفة مقارنة، وذا اما يكون بعدها صفة مقارنة، ترجمتها كلما كلما. ايه الكلام الجامد ده؟ ايه الحاجات السهلة دي؟ طب صلى على النبي. يبقى انا كده قلت لك كام حاجة. أول حاجة عندي قلت لك شيء يتم ذكره لتاني مرة بقى معرفة بالنسبة لك، مع الأشياء الفريدة في الكون، مع التفضيل، مع صيغة كلما كلما. زي الفل. قال لي برضه دي كده كام؟ 4 تقريبا، يبقى 5 بقى. قال لي إن أنا بستخدمها برضه مع الصفات لتدل على النوع ككل. ازاي يعني؟ انا بدل ما اقول، ركز معايا الله يبارك لك، عايز اقول الاغنياء، عايز اقول الفقراء، تمام، فبقول هنا ذا ريتش. هي مستر دي بقى معناها الاغنياء. قال ان ذا لما استخدمها قبل الصفه بتدل على النوع كله، بس في ملحوظه مهمه، قال ان الفعل اللي بعدها بيكون فعل جمع مش فعل مفرد. ركز في الحته دي لان مهمه. يعني مثلا على سبيل المثال ذا ريتش، ومعمل لي كده هابي اهو، وبعدين يقول لي از ولا ار، ما تروحيش تقول لي از، ما تقوليش ما فيش هنا جمع، لا، ذا ريتش دي بتدل على النوع كله، فهنا بستخدم معاها فعل الجمع، والحته دي ما تفوتكش، فتختار عندي ار. ذا بور يعني الفقراء. طيب وبعد كده قال لي ذا برضو بتستخدم مع فصائل الحيوانات اللي تدل على النوع كله، يبقى هنا مع فصائل الحيوانات لتدل على النوع ككل. يا سلام يا جمال، وايه الجمدان ده؟ ازاي يعني برضو؟ انا عايز اقول الاسود خطر، الاسود خطر، فبدل ما اقول لايونز واقول ذا لايون، بقول هنا ذا لايون، يعني بقول كده على الاسود كلها.
بس خد بالك ان دي بيجي بعدها فعل مفرد، دي كان بيجي بعدها فعل جمع، انما زي مع 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 نوع من الحيوانات بيجي بعدها فعل ايه؟ مفرد. فبقول لك ذا لايون ما تبقاش ار بقى، تبقى از، تبقى از دينجرس. يا سلام، كلام جميل جدا وحلو جدا وسهل جدا. طيب قال لي بتستخدم برضو دي كام؟ 7 تستخدم مع سلاسل الجبال والبحيرات والانهار. حلو. فبقول لك the Alps اللي هي جبال الايه؟ القلب. بس قال لي ان قمة الجبل المفردة ما استخدمش معها زي مثلا ماونت ايفرست، قمة جبل ايفرست، لانها قمة مش قمم، لانها قمة واحدة، فانا ما استخدمش معها زي. هنا برضو البحيرات انا قلت لك استخدم معها زي، بس البحيرة الواحدة ما ينفعش استخدم معها زي ليك ناصر اللي هي بحيرة ناصر، ما ينفعش استخدم معها زي لانها بحيرة مفردة. ركز معايا، الله يبارك لك ويصلح حالك ويكرمك ويرضى عليك. قال لي برضو بستخدم زي مع الكتب المقدسة. ركز معايا، الله يبارك لك، مع الكتب المقدسة. ازاي يعني يا مستر؟ يعني بقول لك زي قرآن، زي بيبل. طيب زي بستخدمها كمان مع ايه؟ ركز معايا. قال لي مع الاسماء العالم. يعني ايه مع اسماء العالم دي؟ اسماء بقى السينمات، المطاعم، الكتب، المجلات، الجرائد، كل ده معلم بستخدم معاه زي. فعلى سبيل المثال بقول لك هنا زي تريجر ايلاند، لان طبعا اسم نوفل انا بستخدم عنده زا وقبله زا، لانه طبعا اسم علم. طيب زي الفل. بستخدم زا كمان، ركز معايا الله يبارك لك، مع ايه؟ قال لي مع الالات الموسيقيه. مع بلاي. ماشي يا مستر، وايه كمان يا مستر؟ ما هو بلاي مش يلعب بقى هنا، معناها يعزف يعني. وقال لي براكتس برضه. طيب يبقى هنا مع اهوت الالات الموسيقيه مع الفعل بلاي بيكون هنا معناها يعزف، ومع الفعل براكتس يعني يتدرب. طيب فبقول لك مثلا ايه؟ هي بلايز يعني هو بيعزف ذا بيانو. فانا هنا استخدمت ذا مع الاله الموسيقيه، وهنا بلاي معناها بيعزف مش بيلعب. طيب واقول لك برضو هي براكتسز ذا جيتار، فبستخدمها مع الالات الموسيقيه. وكده الحمد لله يا حبايبي، يا اجمل دفعه ان شاء الله، يا دفعه الخير والبركه وتحقيق الامنيات ان شاء الله. خلصنا المحاضره التاسيسيه بتاعتنا المهمه جدا، هنزل لك حاجات يعني في قمه الاهميه كمان، ومعاك طول السنه، معاك تحفيز، معاك دعم، معاك معلومات قيمه، معاك ماده علميه، اقوى ماده علميه هتلاقيها في اي مكان هتلاقيها عندي ان شاء الله باذن الله. اقوى شغل، اقوى شرح، اقوى حل، الحاجات اللي هتدخلك ان شاء الله مطمن وباذن الله واثق من الدرجه النهائيه ان شاء الله مفيش كلام. اكدت لكم ان انا هستنى التلخيصات بتاعتكم، وافضل واحسن تلخيص باذن الله هنزله عندي، وهعمل له شويه احتفالات جامده كده ان شاء الله. وبجد باكد لكم ان فخور بيكم من الاول باذن الله، واثق ان انتم تستحقوا مجهود كبير ان شاء الله، واثق ان انتم هتعملوا عظمه باذن الله رب العالمين. هستنى ان شاء الله التلخيصات بتاعتكم. بالله عليكم لايك وشير، وتعرف كل اصحابك بقى المحاضره التاسيسيه دي، لان بجد هتفيد الناس كلها. لازم تحب الخير لغيرك، فانت لازم تعرف كل اصحابك وزمايلك وتعملها شير بقى، واتس بقى، تنزلها على الفيسبوك عندك، تنزلها على تويتر، ايا كان، المهم اعملها شير، عرف كل الناس، خلي كل الناس تستفيد. اشوفك يا رب دايما على خير وفرحانين ومفرحيني. ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم ويعينكم ويسعدكم ويرضيكم. اشوفك على خير. السلام عليكم.